سلام يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين تصل إلى مفصل العظام والنخاع. والسيف هون سيف الكلمة، سيف المحبة، هو إلهنا يسوع، إله السلام، إله المحبة، إله العزاء. بنرحب بنشكر أول قناة الآرامية والأخوة القائمين عليها والكنترول والأخوة كلهم. نشكر الأسيس الغالي أخوه الأسيس ثابت على هالمباركة هاي. بنتشرف أسيسنا، يا ريت تباركنا بعد ما تقدم نفسك هيك بكلمة صلاة نتبارك فيه. شكرا أخوي الفاضل أبو أحمد، طبعا بتشرف بوجودي مع حضرتك، كمان بتشرف بوجودنا احنا الاثنين في خدمة الرب، وكمان الأرامية بنصلي ان الرب يبارك قناة الأرامية وتكون دائما أداة وقناة للبركة لتوصيل رسالة وكلمة الله. طبعا برحب بكل المشاهدين، بنصلي نباركهم. حلو ان احنا نعمل مشاركات وكمان نستمر في التجربة زي لغة التيك توك، لغة جديدة علي أنا. طبعا أبو أحمد ليه خبرة كبيرة في الموضوع ده، لكن خلينا فعلا نرفع كلمة صلاة، وإحنا ونرفع كلمة الصلاة بنثق أن إلهنا العظيم الصالح المحب هو الذي يبطل مشورة أخيتوفل، يبطل مشورة إبليس المدمرة، لأنه لم يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما الرب يسوع المسيح فقد جاء ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل. خلينا نرفع قلوبنا في الصلاة. أبانا السماوي من كل القلب رب بشكرك من أجل نعمك الكثيرة. نشكرك ربنا لأنه بالنعمة نحن مخلصون. بالنعمة أعطيتنا الحياة. عندما خلقتنا فنحن لم نكن نستحق الحياة. وعندما فقدنا الحياة في آدم أوجدت لنا طريقا للخلاص والعودة للحياة مرة أخرى رغم استحقاقنا الموت، وهذا لأنك أحببتنا، لأنك عادل ورحيم في نفس الوقت محب. نشكرك رب أيضا من أجل سلامك الكامل الذي يملك قلوبنا وعقولنا ويملأ قلوبنا وعقولنا بالمحبة رب. بالمحبة للجميع يا رب. ونحن نتناول موضوع اليوم يا ربنا يعلم الإرهاب، نحن ربنا نريد أن يرى العالم كيف يدمر الشيطان العالم، وكيف أن إله السلام دائما يعلم السلام ويعطي السلام، فهو القائل سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. فنشكرك ربنا من أجل كل عطاياك الصالحة. بصلي رب من أجل كل المشاهدين اللي موجودين معانا دلوقتي على البث، وبصلي أيضا ربنا من أجل كل اللي دلوقتي أو بعدين. بصلي من أجل الجميع ربنا أن يملك سلامك على قولهم، فإله السلام يعطيهم الحياة. بصلي من أجل أخوي أبو أحمد أنك تديله نعمة وحكمة ربنا في قيادته للحلقة، ودينا حكمة في كل كلمة نقولها حتى لا تخرج من أفواهنا أي كلمة بطالة، بل كل كلمة تكون مملحة بملح. في اسم المسيح نصلي، ولك مع الروح القدس كل إكرام وكل مجد. آمين. 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 شكرا لك أسيس، ربي يباركك. نرجع أخواني الغاليين حبايبي المباركين، بحب نوه أنا بالنسبة إلي من خلفية إسلامية وعانيت مع من اللي تعلمته من هالكتاب وشفته عم يأذي البشرية من تعاليم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما بصلي عليه احتراماً إلى العادات اللي أنتوا فيها والقرآن، بتمنى حبايبي نحن وقت اللي عم نطرح هيك روحات ما تفكروا أنه نحن عم نهاجم المسلمين، لا، كل المسلمين من كبيرهم وصغيرهم حتى اللي بيسبنا وبيشتمنا على عيننا وراسنا، ونحن منضلي لأجله. احنا فقط اخواني عدونا كما قال الرب يسوع المسيح، ما هو لحم ودم، عدونا اجناد الشر الروحية. اجناد الشر الروحية هي الشياطين، والشياطين بتأتي لتهلك الانسان. لما منشوف كتاب إله عمل وعمل الشيطان واحد، نتيجة العمل
بالعنوان اللي اختاره الأسيس اليوم، الكتاب يعلم الإرهاب. شو هو الإرهاب اللي بيعلمنا يا الكتاب أخواني الغاليين؟ أول شيء إرهاب المسلم للمسلم، ثانيا إرهاب المسلم لأمه وأبوه، إرهاب المسلم لزوجته وابنه وأولاده، ثم إرهاب المسلم للعالم أجمع. يعني لو إرهاب بيختص إنه المسلمين ككتلة وبدهم يقاتلوا العالم، منقول عم يعملوا شيء ليبنوا نفسهم، بس لا، شيء من داخلك عم يخليك تأذي نفسك وتأذي اللي حواليك وتأذي أهلك. هذا الشيطان بعمل احترافي شيطاني كامل. اليوم أخواني رح نشوف بعنواننا هون أول شيء عند منا نحن 206 آيات بتحرض على قتل المشركين والملحدين واليهود والنصارى وكل من لم يؤمن بالقرآن الكريم. منجي إخواني منشوف كمان بهالعنوان اللي حاطينه كيف بده أنه أنت لما بتكون مسلم شلون بده يأذيك الإسلام، كيف بده يقتلك الإسلام. كمان منشوف أنت كمسلم كيف عندك الجرأة تقتل أبوك وأخوك وعشيرتك وابنك. وكل هالكلام راح يكون من ضمن هالكتاب فقط. اليوم راح نحاول أنا والأسيس ما نتطرق على أحاديث النبي، لأنه نحن عم نقول كتاب يعلم الإرهاب اللي هو القرآن. منشوف ثاني أول شيء لما بيجي بحرضك على قتل أبوك وأخوك، بأي منطق عم ينقتل أبوك وأخوك؟ بدنا نعرف أبوك وأخوك. الكتاب المقدس والإله الحي قال لك أكرم أباك وأمك، هون قال لك أقتل أباك وأمك وابنك وأخوك وعشيرتك. ما بيتقارن النور مع الظلمة، بس عم نجيب مثالين بسيطين. عند منا أول نقطة أخواني على الإجرام والقتل بالنسبة للأهل والعشيرة والأقارب، في عنا آية بسورة إخواني المباركين، عنا آية نحن هون بسورة التوبة، لا، الذين يوادون من حاض الله ولو كانوا آباءهم أو نعم الذين تخزن عفوا بس لا طالع، أنا آسف. يعني منشوف انه بده يخليك تقتل ابوك واخوك واقاربك وعشيرتك. نعم، بعنا بسورة المجادلة 22 اخواني بتقول لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو، يعني أول آية بتقول مين المؤمنين اللي بيؤمنوا بالله بإله الإسلام بدهم يودوا من حاد الله ورسوله. مين هن يا إله الإسلام؟ لو كانوا آباءهم وأبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضى الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا أن حزب الله هم الأعلون هم المفلحون. عفوا، هون منشوف أخواني أبو زر الغفاري قتل أبوه، أبو زر الغفاري قتل أبوه أخواني. أم النبي قال لو كان عايش لأملكت على المسلمين، هل هذا تعليم من إله؟ هل هذا التعليم بيعطي حياة للإنسان؟ بدي أقتل أبوي وأخوي وابني بس لأنهم مش مسلمين؟ هاي نقطة. تفضل أسيس إذا شكرا أبو أحمد. الآيات عن الإرهاب في القرآن كثيرة جدا جدا. أنا بس في طبعا معك في إن هو الحقيقة أنه كتاب يعلم الإرهاب، والإرهاب في القرآن
مش مجرد تعليم وتوجيه، لكنه فريضة. وطبعا الآيات القرآنية كتيرة، يعني مثلا على سبيل المثال كتب عليكم القتال، لكن آيات كتيرة. لكن قبل أنا ما أبدأ في الموضوع ده، أنا هاخد بس مقدمة صغيرة، وبعد كده أحط فيديو لواحد من الشيوخ بيتكلم عن الإرهاب فريضة. يعني أنا أولا أقدر أشاركك بحاجة النهاردة أنا كنت بشوفها على الفيسبوك. الفكرة لما يجي الكلام من الشيوخ نفسهم، يبقى ما عنديش المسلم نفسه ما عندهوش حجة أن يقول لا ده مش من الإسلام، أو يقول أن الإرهاب لدين له. أول حاجة هنلاقي أن الأخواتنا المسلمين، أنا مش بلومهم لأني بشوفهم ضحية، هما ضحية كتاب. يعني الحاجة اللي أنا شفتها النهاردة على الفيسبوك، حد جسيس مصري مشير كلام لواحد من علماء الأزهر اسمه الشيخ محمد مهنا، وطالب الرئيس السيسي الرئيس المصري بتحذير كل من لا يؤمن بالإسلام من الملحدين، وإذا رفض التوبة يدعوهم للتوبة، وإذا التوبة يسجنهم، ولما يتسجنوا وما رجعوش عن إلحادهم إلى الإسلام يقتلوا في ميدان عام. عبرة لكل من يلحد، أو خلينا أقولها بالتعبير الصحيح، عبرة لكل من يفكر. أنا كان تعليقي وردي على الكلام ده أن الحقيقة الرجل بيمارس عقيدته. الحقيقة العيب علينا إحنا، لأن في مصر لما عملوا الدستور المصري كان العلمانيين من المسلمين طالبوا بإلغاء المادة الثانية من الشريعة، من الدستور. المادة الثانية من الدستور يا أبو أحمد المصري بتقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كل الدول، سوريا ومصر والعراق كلهم، نعم. أول مادة نعم، الثانية نعم. أقول لك مفاجأة، أن كان في لجنة لعمل الدستور المصري بعد المسلمين، العلمانيين من المسلمين كانوا رافضين المادة الثانية لأنها جاية على رقابهم، سيف على رقابهم. والمرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على هل ينجو المسلم من سيف الإسلام. نعم. فكانوا رافضين المادة الثانية، العلماء اللي هو ما بيفكر من المسلمين كانوا رافضين المادة الثانية، لأنه ممكن حسب المادة الثانية أي واحد يفكر يدخل السجن. نعم. مين اللي تمسك بالمادة الثانية من الدستور في مصر؟ هتفاجأ. طبعا لما أقول إني الحزب السلفي، حزب النور السلفي، دي مش مفاجأة، لأن السلفيين عايزين المادة الثانية. لكن ممثلين الكنائس جميعهم بكل طوائفهم، عشان كده مش بتكلم، جميعهم تمسكوا بالمادة الثانية إرضاء لإخواتنا المسلمين. فطبعا أنا رد القسيس ده صديق وزميل، قلت له حقيقة الراجل بالمارس حق الدستوري اللي احنا وافقنا عليه والممثلين بتوعنا وافقوا عليه، فاحنا مش هنلومه هو، لكن اللوم كل اللوم هذا الكتاب الذي يعلم الإرهاب. انا بس حاجة صغيرة، هدفنا النهاردة ان الرب يفتح قلوبنا وآذاننا لنعرف الحق ونشهد له ونعلن الحق. نعم. أنا لما أتكلم عن الإسلام فريد، عن الإرهاب فريدة في الإسلام، أنا مش بجيب كلام من عندي، أنا بجيب وأعد لهم ما استطعتم من قوة. على فكرة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ده شعار الإخوان المسلمين، ودي في سورة الأنفال، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل. وهنا رباط الخيل وهنجي لها في التفسير، هي معناها أن كل القوة متاحة، الخيل ترهبون به. كلمة ترهبون هنا، ترهبون به عدو الله وعدوكم. عشان كده كلمة الإرهاب والإرهاب كفريضة ده حاجة موجودة في القرآن نفسه. حضرتك النهاردة أحسنت لما قلت إن احنا نتكلم من القرآن. فإحنا صلاتنا الرب يفتح أذانه ونعلن الحق في عصر
يعلو فيه صوت الظلم والإرهاب والفساد. عصر يرى الظلام نورا والفشل إنجازا. في مرة من المرات أنا كنت فعلا يعني قريت حاجة كانت بالنسبة لي أكتر من نكتة. طبعا قبل التحرر اللي في السعودية النهاردة اختار السعودية على أساس تمثل أو في لجنة الدفاع عن حقوق المرأة. في الوقت ده كانت المرأة في السعودية ما تقدرش تقود سيارة وما لهاش حق التصويت. فدي كانت بالنسبة لي. عشان كده بقول إن إحنا في عصر يرى الظلام نورا والفشل إنجازا والإرهاب سلام والآيات الشيطانية كلام لله. عصر يعبد فيه القاتل الماهر الماكر. في عصر يدعمون ويصرفون الكثير من الأموال على كتاب يعلم الإرهاب، وفي الناحية الأخرى يدعون أنهم يحاربون الإرهاب. حضرتك أكيد قريت أو سمعت أبو أحمد على منع الكتاب المقدس في بعض الدول. الحقيقة الكتاب المفروض يمنع من كل الدول هو القرآن، رغم كده أنه بيصرف عليه أموال طائلة وتعلم في مدارس لتعليم الإرهاب حتى في الدول الأوروبية من إخواتنا المسلمين. فيصرفون كثير من الأموال على كتاب يعلم الإرهاب، وفي الناحية الأخرى يدعون أنهم يحاربون الإرهاب. عصر فيه القادة الذي حسبناهم قادة للفكر والتنوير صفقوا وارتفع صوت نفاقهم لكتاب لا يعلم إلا الإرهاب. أبو أحمد أنا عارف أن احنا عندنا آيات قرآنية كتير، لكن أنا حطيت كام سؤال. والسؤال الأول، لماذا يقتلون المسيحيون؟ طبعا لأن الإرهاب فريضة، وأنا هجيب وقتي. أنا يمكن دخلت بحساب إيب إنسات عشان أشغل الكاميرا لفيديو الشيخ بيقول الإرهاب فريضة، وأقدر يعني أنا عارف وحضرتك كمان نشغل الحلقة دي مجرد كلام المسلمين، وهنبقى قدينا الهدف من الحلقة إن الناس تشوف فعلا إن الإرهاب فريضة إسلامية. الحاجة الثانية والأكثر خطورة النهاردة أبو أحمد، خدعة تجديد الخطاب الديني. لأني أنا دلوقتي هحذف التوبة 5 ولا هحذف التوبة 29 ولا هحذف المجادلة 22 ولا هحذف سورة محمد، هحذف إيه ولا إيه عشان أجمل سورة الإسلام هنا خدعة تجديد الخطاب الديني هو تجميل لصورة الإرهاب. نعم. الحاجة اللي بعد كده أبو أحمد بنلاقي دايماً علاقة بين قتل المسيحيين والعقلي. لما كنت في مصر كان أي حادثة مسلم يرتكبها ضد مسيحي يقول لك ده مريض نفسياً أو مريض عقلياً. الحقيقة اللي أنا عرفتها بعد كده، أنا كنت فاكرهم بيكذبوا، لكن الحقيقة اللي أنا عرفتها بعد كده إن أي حد يفهم القرآن ويظل في الإسلام عنده خلل عقلي، لأن مفيش حاجة أبداً منطقية في القرآن. وحضرتك أعلم بالكلام ده مني، التناقضات رهيبة جداً جداً في القرآن. يعني مثلاً أبسط الأمور، الشيطان ليه بقى شيطان؟ قال لأنه إله الإسلام، قال له تسجد لآدم رفض يسجد فسقط. طب ما الشيطان كان عنده يقدر يحاجج إلهه ويقول له إنك أنت ما أنت قلت لي ما تسجدش لحد من الناس، ما تسجدش لحد غيري، فأنا لو عصيتك في أمر أطعتك في أمر. الفكرة هنا لا منطق في الإسلام وفي العقيدة الإسلامية. الحاجة اللي بعد كده طبعا لأن إحنا مش هدفنا بس الهدم، لكن هدفنا البناء، نسلط الضوء لو كان في وقت أو حتى ملخص على رسالة المسيح، هي رسالة الحياة. قتل الكافر ليه يقتل المسيحيين؟ لأن قتل الكافر فريضة.
انا عايز اخد الفيديو ده يا ابو احمد لو سمحت لي. نعم هفتح الكاميرا، انا هفتح الكاميرا وهاخد الفيديو ده اللي هو الراجل بيتكلم فيه عن قتل الكافر فريضة. في الاول هعمل ميوت للحساب بتاعي. اشيل الميوت. انا اسف بس كده مش انت كده سامعني يا ابو احمد مش كده؟ نحن إرهابيون والإرهاب فريضة الكتاب، ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. دي كده سورة التوبة، آسف سورة الأنفال. الرجل ده واحد تاني من الفيديوهات. حضرتك سمعني كده أبو أحمد مش كده؟ أنت سمعت الفيديو مش كده؟ أوكي طيب، ناخد الفيديو التاني. كده بنشوف دول فيديوهين بس من الفيديوهات اللي بتتكلم الإرهاب فريضة. أتمنى يكون كان الصوت واضح. حضرتك ميوت، حضرتك ميوت. ما سمعنا شيء من الصوت الثاني، ما نسمع الصوت أسيسنا. الصوت الثاني ممكن أسمعه ثاني. طيب خلينا نسمع الصوت من الكاميرا. هو ده شيخ من الشيوخ. وبيتكلم عن برضو نفس القصة. خلينا هعمل ده ميوت. حضرتك المفروض تسامعه كده. فرض واجب على كل مسلم. نعم. ربي يرحمه. لكن نحن استوردنا، قالوا لنا ما يصح. والله عز وجل امرنا بها حتى خالق الشك في الناس ان ذكري مذموم. بل وصل بالامر بالناس انه هذا امر مرفوض. الله عز وجل يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمون. كده أعتقد كنت سامع كده أبو أحمد. نعم سامع للكل. نعم أوكي. فهنا هنا كل الشيوخ اللي بيكونوا متسقين مع نفسهم
بيتكلموا عن ان الارهاب فريضه اسلاميه ما حدش بينكرها. فده موجود في السيس. هذا الشيء للشيوخ اللي بيكونوا صادقين مع القران وتعاليم القران بيحكوا هالكلام. اما الشيوخ لا بيقعدوا بيقولوا لا هذا كلام وهدول الخوارج وبيسبسبون. لكن انا على طول بحكي اللي اجوا بالرايات السود لكل المسلمين اعطوني شيء عملته الرايات السود مش مكتوب بالقران او ما عمله النبي بايده. يعني هذا شيء رئيسي لازم اي مسلم يحطه بميزان. اليوم بيطلعوا كتير بس ما شفنا شيخ قسيس كفرهم بالمسيحيين وبيكفروا الأحمديين وبيكفروا البهائيين وبيكفروا، لكن ما شفنا شيخ كفر هدول. ليش؟ لأنه مسلمين. حتى شيوخ الأزهر، مش شيوخ الأزهر، ده شيخ الأزهر اللي هو الإمام أحمد الطيب اللي قالوا عنه أنه هو ده الرجل الوسطي. لما سألوه سؤال مباشر هل تكفر داعش اللي هي الدولة الإسلامية؟ قال لا أنا ما أقدرش أكفرهم هم مسلمين. الدكتور سعد الدين الهلالي سأله عمرو أديب قال له طبعا يا دكتور سعد ما فيش آيات في القرآن بتتكلم عن القتل، قال له لا أنا هاجئك وأقول لك فيه، وابتدى يتكلموا عن الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن القتل. أنا بس عايز أقول إن إحنا بعد إحنا بدينا قوي في التكبيس يا أبو أحمد وبعد كده شوية في التكبيس، فياريت إخواتنا اللي موجودين معانا يساعدونا شوية في التكبيس، إحنا عايزين نوصل كده ريحوا يعني لو توصلونا بسرعة. بعد كده ريحوا ده من حقكم إن كنتوا تريحوا. فالأول بشكركم على الدفع القوي اللي دفعنا النهاردة وأنا واثق إن كنتوا هتكملوا المية. فهنا بيجي أبو أحمد أنا كمان ده فكر الإخوان فكر الشيوخ المسلمين في كلامهم واستخدامهم لسورة الأنفال 60، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. لا هنا الجماعة اللي بيتكلموا عن أو ده آيات القتل دفاع عن الإسلام ومش عارف دفاع عن النفس والقصة الخرافية اللي هم بيقولوها. الآية واضحة، دي أكتر آية في القرآن مش محتاجة تفسير. لأنا بقول لهم عدو الله عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. دول بقى اللي هتقول لي أصل بعد ما نقضوا العهد ولا بعد مش عارف ما جاهروا بالكفر ولا بعد، بيقول له لا تعلمهم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهنا أبو أحمد بنشوف أن الإمام فخر الدين الرازي اللي فسر الآية دي قال إيه؟ أعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض العهد، يعني بيتكلم طبعا على نقض العهد بس الآية دي ملاش علاقة بنقض العهد، وأن ينجز العهد إلى من خاف منه النقض، أمره في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفار. قيل أنه لما اتفق أصحاب النبي في قصة بدر قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة، أمرهم الله أن لا يعودوا لمثله وأن يعدوا للكفار ما يمكنهم من آلة وعدة. غزوة أحد مش بدر أسيسنا، هو كاتب بدر هنا، هي غزوة أحد اللي انكسروا فيها، غزوة بدر انتصروا فيها. قال لهم الله بعد ما انتصروا قال لهم إن ينصركم الله فلا غالب. غزوة أحد لما انكسرت رباعيته للنبي محمد ورجعوا مقبول. أنت أكيد تعرف أكثر بس أنا خلوا نزل الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أوكي. يعني الطيب خاطرهم. هي غزوة أحد اللي انكسروا فيها. معك حق بس أنا اللي هو المكتوب في التفسير ممكن يكون بس غلط بدل بدر حط أحد، مفيش مشكلة أنت صح طبعا. فبيقول إنه إلا أن القوة الرامي قالها ثلاثة، الثالث قال بعضهم القوة هي الحصون، الرابع القوة هي الرامي. المهم الفكرة رباط الخيل بتكلم هنا عن المرابطة أو جمع ربيط كفصال وفصيل، ولا شك أن رباط الخيل من أقوى آلات الجهاد. يعني هو عايز يقول أن
أحسن قوة عندك، أحسن عدة للقتال عندك. بس الآية هنا بتتكلم عن إيه يا أبو أحمد؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أفهم يعني الموضوع ده في إيه؟ إن ممكن تتكلم إنك تحارب الأعداء، أتفهم ده، لكن هنا الآية مش بتكتفي بالأعداء بس، ده بيقول وآخرون من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. يعني الآية دي في سورة الأنفال 60 من الآيات الفظيعة اللي بتؤكد أن الإسلام دين إرهاب والإرهاب فريضة. وهنا بيفسر كلمة وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، والمراد أن كثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداء، كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء. نعم طبعا. أنا حابب رد على التساؤل اللي أنت حكيت فيه السيس، وأي مسلم ومسلمة إخواني اللي بيقول نقضوا العهد مع النبي، هي كلياتها مع احترامي لكل المفسرين ترقعات مفسرين، لأنه عنا نص نحن بسورة التوبة أو السيف كان اسمها أو المكشكشة، التوبة 5 الآية بتقول براءة من الله ورسوله مما عاهدتم من المشركين، يعني عم يفرجينه الإسلام والرسول الإسلام تبرعوا خلاص. حتى آسف أبو أحمد، حتى في الآية دي أصلا في أسباب نزولها إنه هنا عشان ينقض العهد، هو نقض مش هو نقض. مش اليهود، لا هي دايما والناس أنا حضرتك وضحت، الناس بيفكروا إن الناس هي اللي نقضت العهد عشان كده هو يقاتلهم، الحقيقة هو نقض العهد. وحتى بيقول ليه كلمة براءة، براءة يقول لك كل آية بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا الآية دي بدأت باسم براءة، لأنه هنا لما بيبعت الرسول عشان ينقض العهد في أسباب نزولها. أنا أسف المقاطعة بس حضرتك هي نقطة رئيسية نحن نحب عن النقاط اللي حكيتها عليها، وخلي المسلمين يفتشوا بالقرآن. نحن عنا كتاب أنتم بتقولوا بلسان عربي، معناته أول شيء عم يجي أمر من إله محمد، براءة منه لإله محمد ورسوله مما عاهدتم من المشركين، نحن تبرأنا من أي معاهدة بيننا وبين المشركين. وبعض المفسرين كانوا بيقولوا عن صلح الحديبية، كانت صلح الحديبية 10 سنين، بالسنة الثالثة لما كان لامم صعاليك تهامة بالمدينة وشادت قوته راح، لأنه كان الاتفاقية بيناتهم سنة حج لمحمد وسنة حج لمين؟ للكفر للمشركين قريش أو لأهل قريش. لكن وقتها إجا نهار جمعة راح، إجا هو وجيوشه وبده يحج الحج الأكبر نهار الجمعة، نزلت هالآية هي براءة من الله. النقطة الثانية اللي أثار الأسيس على قتل المسيحيين واليهود، ليش؟ لأنه لا المشركين ولا أي إنسان بيأذينا محمد إلا الكتاب المقدس العهد القديم التوراة والإنجيل. ليش؟ لأنه هو عم يستشهد فيهم. منزل آية بالقرآن إن عيسى بن مريم مبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد، إني مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل مبشرا بنبي من بعد اسمه أحمد. وهي الأمور الموجودة، هي الآية، نحن من اليوم من وقت اللي أعينا بها الخدمة لليوم بسأل كل أمة الله أكبر، بدي شوف واحد بيسترجي يقول اللهم صل على أحمد. بعدين وين نزلت هالآية هاي؟ أعطونا إياها بمخطوطات الكتب المقدسة، بأي مخطوطات؟ بتسأل المسلم من جهله وشيوخ اللي بيعلموا إياها بيقول لك موجودة بالفاتيكان. شلون إله محبة وسلام بده يرسل نبي مثل محمد، مجرم وقاتل وسارق ومغتصب أطفال ومغتصب نساء وزاني؟ وأي نقطة من الخمسة اللي حكيتهم إخواني أنا مستعد بوضحها لأي شخص بيجي بيسأل.
بالنسبة للمسيحيين واليهود أن الآية سورة التوبة 28 شو بتقول؟ إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيه عم الصحابة أصحابه للنبي والعصابة تبعه قالوا له تعال قال لك بيتنا شلون بدهم يجوا؟ ما هو نحن رزقتنا على الأسواق والتجارة اللي بتصير بمكة يعني. مباشرة بنفس الآية شو قال لهم؟ وإن خفتم عيلة سوف يرزقكم الله من فضله. منين بده يرزقك يا محمد الله من فضلك؟ بنربطها حبايبي الغاليين بحديث اللي قال عشت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي والخزي والعار على من يخالف أمري. هون بده يقتل وهو على فراش الموت شو قال؟ لأن عشت أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولن أدع فيها إلا مسلما، لأنه بيعرف اليهود والنصارى ناقضين كل كتابه بتعليمهم. يعني حتى العهد القديم بيجوا بعض بيقولك لكم فيه قتل وفيه إرهاب، تعونا نشوف هل اليهود راحوا عم يبشروا؟ هل اليهود اجوا قتلوا الناس من غير ذنب ولا كانت العين بالعين والسن بالسن؟ هل اليهود لهم غير أرضهم الأرض اللي وعدهم إياها إلههم حسب قرآنكم اللي وعد لإبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ يعني هون نحن منشوف أخواني المسيحيين واليهود هن الشوكة الكبيرة اللي كانت بحلق محمد. لما ننظر لها الموضوع بشكل عام منشوف بيكملها بعد الآية 28 بسورة التوبة بيقول إذا منعد على أصابع عيدين الخمسة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله عن أهل الكتاب يأتينا عن يدين وهم صاغرين. أنت يا مسلم فرض جهاد الطلب عليك لكل الكرة الأرضية تقاتلوا أبدا. حتى اليهود والنصارى قال أهل الكتاب لازم يقاتلوا ويدفعون، أما غيرهم لا، أما الإسلام أو الموت. هذا هو عندي سؤال ليك أبو أحمد. تفضل حبيبي. عندي سؤال ليك، أنت ذكرت التوبة 28 وطبعا بعديها التوبة 29 اللي فيها قاتلوا. في التوبة 28 كده بعد ما نجس كل اللي مش مسلمين، أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، هنا إن خفتم سوف يغنيكم الله من فضله. وكفى بالإتمام بال 29، منين بده من فضله؟ بال 29 كان فضل إله الإسلام في إنه يقاتل أو الجزية. نعم. الجزية فقط على أهل الجزية مشتقاء الموت أسيس، هي بدنا كلياتنا نعرفها إذا منشوف بقانون الجزية مشتقاء الإسلام لا لقاءة عين. نقطة رئيسية لازم الكل يعرفها. يعني مو الجزية يا بتدفع الجزية يا بتصير مسلم، لا يا بتدفع الجزية يا بتموت. بالضبط. ما هو الفكر، ما دي الفكره اللي المفروض يعني اتطبقت علينا في مصر. نعم. وعشان كده الوثيقه العمريه اللي كانت بين المسلمين وبين اهل مصر وبين اقباط مصر كان فيها فكره عن يد وهم صاغرون، لأنها وثيقة مزلة شديدة. نعم. أنا في فيديو الحقيقة ليه مدة أنا حافظ الفيديو. الفيديو بيشرح التوبة 29 بيقول إيه. هنروح نقول لهم كده بطريقة مهذبة بطريقة لطيفة إسلام. أصرها بالشكل ده. لا
لو ما اسلموش يقول له بقى خلاص احنا هناخد اولادك ومش عارفين ده كله، احنا بندعوك بالحسن بغض النظر عن المعنى في وقتها وبغض النظر عن اللي بيقوله، لكن هي كل الفكرة هي عملية إرهاب وسرقة. 29 أبو أحمد وصححني لو أنا كنت غلطان، أكد أن رسول الإسلام بكل تأكيد ده حضرتك عارفه وأنا عارفه، لكن دي بتؤكد أنه لم يكن رسولا للدعوة. لا لا لكنه كان واحد من قطاع الطرق. لا ان ده اسلوب حد بيقطع طريق يعني. وحتى يا ابو احمد الناس اللصوص لما بيحسن ليهم مرات هم بيكونوا كويسين معاه، لكن رغم ان النجاشي ملك الحبشة أحسن للمسلمين هو حاربهم. فهنا هنا يعني يعودوا حاربوا لما زالين أن الروح اللي عنده ملك لا يظلم عنده أحد، وراحوا المسلمين وآواهم. لما قوي عوده راح بعت له رسالة تسلم أو تقتل أو تدفع الجزية وأنت صاغر، مثل الرسائل اللي بعتها لكسرى وللروم ولكل الملوك اللي حواليه. لما قوي عوده بصعاليك بني توامة واللي سواه ببداية الإجرام يعني. وهنا كده في زي ما حضرتك قلت ان هو 28 قال لهم احنا هنمنحهم من المسجد الحرام. طيب ورزقنا فين؟ ما تخافوش انا عندي الحل. ما اعرفش اذا كنت 29 اذا انا كنت فهمت ده صح ولا لا، انا عندي الحل. التوبة 29. فاتفضل حضرتك يا ابو احمد كمل، وانا عندي حاجة تانية عن السلم في الاسلام. نعم، بالتوبة 29 اخواني. خلينا هلا بما انه عم نحكي عن المسيحيين اخواني، شوفوا الاسلوب اللي بيتباهوا فيها المسلمين، بيقدشوا بداية الآية بلك لكم دينكم ولي دين. طب اقرأ اول الآية، قل يا أيها الكافرين، من بدايتها كفر وعم سبك أنت كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بينسى أول إهانة لمين؟ للكافرين، وسمينا كافرين. منيجي لسورة المائدة 72 أخواني بيقول كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. طيب تمام، بسورة 4 نشوف شلون التسلسل. كل ما بيقوى محمد كل ما بيعلي الوتيرة لحتى يستغل ويقتل ويبطش ويأخذ غنائم. بيقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوصاق. تخيلوا وين بدك تلاقيه؟ بدك تضرب رقبته. وين بدك تلاقيه؟ بدك تقتله. لمين؟ لأهل الكتاب اللي هنن اليهود والمسيحيين. ليش؟ لأن اليهود والمسيحيين هو عم ينسب حاله لإبراهيم وجعل إبراهيم مسلم وموسى مسلم والكل مسلمين، لكن كله جاي بفكر اخواني. واللي صنع هالفكر اخواني اي مسلم ومسلمه يفوت على تفسير سورة العلق الآية رقم 1 بتفسير ابن كثير. سورة العلق الآية رقم 1 بتفسير ابن كثير بتشوفوا اللي صنع محمد هو خديجة وورقة بن نوفل اخواني. ورقة بن نوفل مين هو؟ كان كاهن بالكنيسة، لكن لما الشيطان باع نفسه للشيطان صار بده يجي يعطي تعليم داخل الكنيسة انه اليهودية والمسيحية نفس التعليم اللي عم نشوفها اليوم من الفينيديست او الشهود يهوى ودول، اجى بقريب من هالتعليم طردته الكنيسة. واليهودية راح عمل شيء ليهز هذا الشيطان وفكر الشيطان اشتد بينمو. صنع محمد
وهو اللي سوى محمد، ومحمد كان بالبداية يعني بالآيات المكية كلها آيات سلمية. لما وقع تحت إيدين أبو بكر وعمر وبلشوا يجوا الصعاليك والبلطجية والزعران، يعني بس تقول صعاليك ينبوز من عشيرته من قومه من قبيلته، هذا بايعه مثل ما تقول أحقر حسالة الناس. حتى قريش قالت له ما تبعك إلا سراق الحجيج، يعني الحرمية والنصابين والمجرمين. ومننظر بهالنقطة هاي زعيم مافيا ومكن مافيا تبعه حط اسم إله عليها. مين هو هالإله؟ هو اللي جاب لنا هالكتاب الإجرامي اللي محطوط عنا هون. نعم. يعني تفضل أسيس. لا تفضل خلص النقطة. خلص. نعم. شايفين حبايبي هون منشوف قتل المسيحيين واليهود. ليش؟ لأنه بده يتمسح بكتابهم. قال من أركان الإسلام الإيمان بالله، نعم، وملائكته وكتبه ورسله. أي مسلم من أمة الله أكبر كلها يجي إلي أنه أنا مؤمن بكتب موسى وعيسى، ما في. وين الكتب؟ محرفة. وين الكتب؟ ملغية. طيب كيف وانت مؤمن اذا اركان اسلامك مسدودة ناقصة؟ دليل انه العقيدة اللي انت فيها كلها مبنية على البطل وعلى الفكر الشرير، الفكر الإرهابي اللي عم يهلكك أخوي. أنت كمسلم، أنا ملاحظة صغيرة ورح أرجع للأسيس، أنت كمسلم وقال النبي جهاد الطلب عليك، بيقول لك من لم يحدث نفسه بالجهاد فمات ميتة الجاهلية. أرجع لكتابك أخي المسلم، بتقبل الشيء خليك مسلم، لأنه أنا واثق واللي شايفه من خلال حياتي بالمجتمعات الإسلامية وربيت فيها أن المسلم من وقت اللي بيولد أخواني لوقت اللي بيموت العقل تبعه مربوط بجلاتينة ممنوع يفتحه. ليش؟ لأنه إلهه قال له أول شيء ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون من آمن فيه وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. واليوم المسلم شو ما حكى شيخه بيمشي لو كان عم يخالف قرآنه، بس بيحرضه على الإرهاب وعلى الضلال بيمشي. ليش؟ لأنه مش عرفان منين إجا الكتاب ولا أصل الكتاب. لهالسبب بيضل ماشي لو بيكون معه دكتوراه لو بيكون معه شهادات. لكن أي مسلم بشهادة علمائكم، أول واحد القرضاوي قال لولا حكم الرد لانقرض الإسلام، الثاني عثمان الخميس قال لا يبقى في هذا الدين إلا من الذين لا يقرؤون، من يقرأ يترك الإسلام. أقرأ وتعلم أخوي ما رح أضل بالإسلام. فضل أسيس للنقطة اللي عندك، شرف. ماشي. شكرا أبو أحمد. طبعا حضرتك ذكرت إزاي يعني الإسلام بيحرض على القتل، وشفنا الفيديوهات بيقول ان القتل فريضة، وشفنا الانفال 60 الكلام ده، والتوبة 5 بتؤكد الكلام ده، والتوبة 29 بتأكد الكلام ده، ايات قرآنية كتيرة جدا جدا بتؤكد الكلام ده. لكن في بعض الايات اللي اخواتنا المسلمين يفكروا فيها، اخواتنا المسلمين بيخدعوا العالم وخاصة العالم اللي مش فاهم الاسلام، فبيقول لك كلمة سلام كلمة سلام. الحقيقة كلمة سلام جاية من كلمة اسلم تسلم اللي بيها أبو أحمد في البداية، اللي أرسلت إلى الملوك اللي حوالين أو قادة البلاد اللي حوالين الجزيرة العربية عشان يدخلوا البلاد أو يحاربوها. فكلمة اسلم هي معناها أنك أنت تخضع للإسلام أو لمحمد بالقوة الجبرية وبالسيف، وده طبعا واضح. احنا النهارده مش هتكلم عن أحاديث زي ما قال أبو أحمد، لكن ده واضح. اسمح لي بس نقطة أسيس. كانت العرب بالجاهلية
لما قبيلة تغزي على قبيلة والقبيلة اللي بتنكسر تنادي إسلام إسلام. شو معنات كلمة إسلام؟ استسلام، الخضوع والتبعية والاستسلام. ما هو استسلام، خضوع، خضوع بالقوة. المسلمين شو بيقولوا؟ الخضوع لله والتبعية لله والإسلام والتسليم لله. نعم، فهنا الفكرة دي. فعندنا في سورة محمد، سورة محمد 34، سورة محمد 34 بيقول ايه؟ فلا تهنوا، وتهنوا هنا معناها لا تضعفوا، لا تضعفوا، وتدعوا الى السلم. هنا متى يكون متى يدعو المسلم الى السلم؟ عندما يكون ضعيفا. هل مارس رسول الاسلام هذا الامر؟ نعم، في صلح الحديبية اللي ذكره أبو أحمد من شوية، في صلح الحديبية لما عملوا الاتفاق وقالوا بين أهل قريش وبين رسول الله ورفضوا وقالوا له لو كنت رسول الله لما حربناك، وطبعا طلب من علي أنه يمحو كلمة رسول الله لأنه كان كاتب محمد رسول الله، قالوا له لو عرفنا أنك رسول الله لما قتلناك، لما قتلناك يا أمرأ علي محاها. لا، هو قال لعلي، علي رفض يمحيها فمحاها الرسول بيده. نعم، ده الحديث موجود كده. فراح نعم. فهنا إمتى يدعو للسلم؟ لما يكون ضعيف. لو لم يكن ضعيف في الوقت ده كان حارب الناس دول بتوع قريش، وده اللي عمله بعد كده لما قوى سعيده. فهنا الآية بيقول فلا تهنوا وتدعوا إليه وأنتم الأعلون والله معكم ولن يقم أعمالكم. فهنا عندنا آية بتتكلم متى يدعو المسلم إلى السلم. يدعو المسلم إلى السلم وهو ضعيف. نيجي لواحدة تانية برضو في مش سورة المائدة، سورة المائدة 32 وسورة المائدة 33. 32 كل العالم بيستخدمها غلط. بيبدأوها ازاي يا ابو احمد؟ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. وحضرتك قلت ايه؟ لازم نقرا الحاجة من اولها، من اولها. هاي الآية مولى المسلمين. من اولها بيقول ايه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني لليهود. يبقى هنا ده موجه لمين؟ ده موجه مش للمسلمين. هذه الفريضة وهذا الأمر على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس. أنا بستخدم ليه الآية دي يا أبو أحمد؟ لأن معظم القادة الأوروبيين ومعظم الذين لا يعرفون الإسلام ومعظم المسلمين الذين لا يعرفون القرآن، لما عايز يوري لك الوجه السامح للإسلام اللي مش موجود، بيبدأ الآية من كلمة من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ويضحكوا على الناس. وهم طبعا الشيوخ زي شيخ الأزهر والكلام ده كله بيضحكوا على الناس وعارفين إنهم بيضحكوا على الناس. نعم. لكن في ناس بسطة مش عارفين ان الآية بتبدأ انه ده امر لبني إسرائيل. عشان كده انا حبيت يعني اظهر هذه الآية. الآية اللي بعديها بتقول ايه؟ انما جزاء المسلمين، انه يعملوا ايه مع دول؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية دي بيطبقها المسلم لغاية النهاردة أحمد. إحنا عندنا أسيس بس مداخلة على الآية بالذات. هاي الآية أخواني إجت على العرنيين. العرنيين كان النبي وأصحابه سارقين أو غازين، يعني الغزو سرقة واحد جمال
راحوا لعند النبي قالوا له بدنا نشرب من حليب ولبن إجمال اللي عنا إجمالنا إذا بتسمع. قال له إيه؟ راحوا عم يشربوا شافوا الراعي لوحده، واحد منهم قتلوا للراعي واخذوا إجمالهم وراحوا، إنه حقهم استردوا حقهم. لما لحقهم النبي نزل الآية قطع إيديهم وأرجلهم من خلاف، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حمى بسمار من نار وكحل عينيهم وتركهم في الصحراء ماتوا. هو واحد قتل، هن تسعة اللي قتلوا مقابل واحد. هون بنرجع الكلام اللي عم يقوله أسيسنا، ترهبون به عدو الله وعدوكم. هالعمل اللي عمله خلى الناس ترهب من الإسلام إلى يومنا هذا. بالضبط. على قصة العرنيين إخواني وتفسير الآية بتشوفوا. نعم. بالضبط. والتفسير أنا يعني شكرا لتوضيحك، لكن التفسير واضح وجايب القصة وجايب كل الكلام ده، لكن هنا الفكرة ده بيسموكت يا أبو أحمد حد الحرابة، وده بيطبقوه تماما على المسيحيين وفي مصر. ولسه قريب طلعت إشاعة، وأنا مش عارف ما علاقة محاربة الله ورسوله بإشاعة إن الجماعة دول هيبنوا كنيسة، يعني هيبنوا كنيسة فبينفوهم بيطلعوهم من البلد، يعني بيحرقوا بيوتهم وبيطلعوهم من البلد. فده تطبيق نصي، تطبيق حرفي لكلام القرآن. يعني أنا في أكتر من حاجة عملتها، يعني كان في شيخ جامع في المنطقة اللي أنا فيها، أنا في كندا. نعم. وضوح مش أنا فين والدنيا. أنا في كندا. نعم. شيخ الجامع في البلد اللي أنا فيها كتب مقال في المدينة أن الآيات دي آيات دفاع عن اللورات، إن ده مش دفاع عن النفس. وكتبت له رد، في الوقت ده كان داعش كان عايز يجمع صوت الإسلام. أنا على فكرة أنا أحترم المسلم اللي يقول ده قرآني وأنا بأؤمن بيه، ليش دعوة. أنا المسلم اللي ما بحترموش اللي بيحاول يجمع صوت الإسلام هو عارف إنه الجميل، عارف إنه هو يعني بيحاول يتبرأ من اللي موجود. تتبرأ من الموجود في الإسلام سيبه، لكن ما تتبرأش ومتمسك بيه. فكتبت له الفكره بتاعت انه ده رد ومش عارف ايه والكلام ده كله، فجبت له الايات وجبت له كمان الايات اللي بيستخدمها داعش. وقتها دخلت على صفحه داعش نفسها وجاب هم بيعملوا كده ليه، بناء على ايه؟ تقريبا الصفحه مش موجوده دلوقتي بتاعت داعش. لكن الفكره الاساسيه يا ابو احمد، انا لم ارى تصرف واحد تصرف فيه داعش او الاخوان المسلمين أو جماعة الأنصار أو بوكو حرام أو بوكو حرام أو مش عارف أبو سياف في الفلبين أو القاعدة أو أي شيء إلا عامل محمد بإيده، لم يتصرفوا أي تصرف عكس القرآن أو خلاف القرآن. نعم. بالعكس، هؤلاء هم الصورة الحقيقية للإسلام مش للمسلمين. أنا بفرق بين المسلمين. نعم. لأن كثير من المسلمين مخدوعين، وكثير من المسلمين هم مجرد ضحايا، لأن يعني يعني مش كل المسلمين مثلا زي أبو أحمد. أبو أحمد لما كان مسلم أكيد كان بيدرس، وده اللي قاد أنه يجي المسيح. مش كل المسلمين بيدرسوا ويفتشوا، لا، في ناس كتيرة مخدوعة وناس كتيرة بتعمل بإخلاص وفاكرة أن ده الطريق الصحيح. وده السبب اللي النهاردة بنعمل حلقتنا، احنا عايزين نقول لك الطريق الصحيح. بالعكس، ده الطريق إلى جهنم، ده الطريق إلى الهلاك. الله بيرينا طريق أفضل. فهنا أنا بشوف يا أبو أحمد إن الآية دي والآية بتاع لا تهنوا تدعوا للسلم وأنتم الأعلون، الآيات دي كلها بتؤكد الحاجة الثانية. والتوبة مليانة، يعني التوبة حضرتك ذكرت السيف خمسة، وذكرت 29 في 12 اللي هي فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، وأن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. فهنا
بيحرض تحريض صريح على القتل. ده اللي موجود في الإسلام. طبعا الآيات، بس أنا مش عايز أخذ الوقت كله، عايز أرجع تاني لأبو أحمد، وعايز جاب أبو أحمد هيديكم كده يعني دفعة قوية للتكبيس. أبو أحمد التكبيس شوي، نحن عم نكبس يعني، أنا عندي ما بدي أكون تكبسه، بس هو لأنه الوقت قصير شوي، لازم نكون كنا صرنا أكثر من 75 هلأ حبايبي، فضلا وليس أمرا. أسيسنا الغالي، سؤال مطروح لكل المسلمين حبايبي الغاليين، أعطوني شيء بتاريخ حياته النبي بالأحاديث وبالسنة. نقض عهود؟ نقض. أول نقضنا أول عهد نقضه لما تزوج مرت ابنه بالتبني زيد، وقف على أستار الكعبة لما زيد كان صغير، قال زيد مني وأنا منه. كان اللي بياخذ عهد على أستار الكعبة هذا العهد ما بيحله إلا الموت، بيسقط عهده. وكان من يعمل أكبر كل القبائل العربية ويتعلق بأستار الكعبة كان محمي، ما حد يقرب عليه. لكن محمد للي بيخالف أمره كان يقول له اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. شايفين؟ اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. لم يقلها لا ملك ولا رئيس عشيرة ولا حكيم ولا أي إنسان إلا محمد، يلي هد حرمانية أستار الكعبة. كمان عند الجاي منشوف القرآن أخواني جاب للإبادات الجماعية آيات كثيرة بالقرآن، وأنا بتحدى فيها أمة الله أكبر كلها، من البوذيين بشرق آسيا إلى الهنود، حزب سياسي أو منظمة إرهابية أو أي مراجع دين أو عقيدة أو شريعة أو شيء موجود، هالحقد الموجود بهالآية هي إخواني، شوفوا شو بتقول، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أنا لسه مطلعها الآية دي. تخيلوا يعني بدك تروح تقاتل انت رايح على معركة على الحرب، كل المعارك بيقول لك في أسوأ في شيء، لا عند محمد نزل أمر من عنده، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. ومنشوف الآية هاي قاتلوهم، انت رايح على معركة بدك تقاتل، في أخلاق للقتال كانت عند العرب، عن كل الجيوش في أخلاق لليوم في معارك، في أخلاق للمعركة، محمد ما في. قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني أنت عم تقاتله عدوك وقت اللي بترنق بتقطع راسه بتعمل هيك خي. بالمصري بيقولوا بردة ناري، نحن بنقول برد قلبي. أنا كنت بسمع هجاتك في الحتة دي بس بحاجة وحضرتك تكمل. إحنا في مصر كنت دايماً بسمع كان في طار، وكان عادة الطار بين مسلمين ومسلمين، يعني ما شفتش مسيحيين بيعملوا طار مع بعض. كان في تعبير كده يقول لك إيه، هكتله وهشرب من دمه عشان أشفي غليلي. الوقت ده وأنا طفل مع العبارات دي أنا ما كنتش فاهم يعني إيه واحد يشرب دم واحد ويبقى كده شفى غليله. يعني الوقت ده لما ابتديت أدرس، وأنا بشكر الله من أجل المدرسين اللي أجبرونا على حفظ آيات القرآن، إحنا كان المدرسين بيجبرونا على حفظ آيات القرآن كمسيحيين، ولو ما حفظتش تضرب. فأنا بشكر الله من أجل ده، لأن الله استخدم ده عشان نقدر من خلال ده نوصل رسالة. فلما قريت الآية دي فعلا دي كارثة، إنك أنت شفائك وارتياحك النفسي بقتل الآخر. بعد ما تخلص مداخلتك أبو أحمد في الحكاية دي، أنا هعمل مقارنة بسيطة، والمقارنة هنا
عشان نشوف التضاد، وبالتضاد تتضح الأشياء. بس بعد ما حضرتك تخلص. نعم. لما عم نجي نشوف هالنقاط الرئيسية إخواني، بتمنى من حبايبي المسلمين بس يفكروا، مين عدوك أنت يا مسلم؟ عدوك الكافر؟ أنا رح أمشي معه. كل شيء ما بيآمن، الملحدين أعداءك، البوذيين أعداءك، كل من ما بيآمن، كل الناس، كل الكرة الأرضية أعداءك. تعال نشوف أنت يا مسلم، هل عم ترحم أبو أخوك؟ لا. هذا الكتاب اللي عم يخليك بقاعدة حط لك ياها نبيك، شو قال لك؟ شوفوا الفتنة، لأنه إله شيطاني، تعليم شيطاني يا أخواني، بدها تجي بالنتيجة أعمال شيطانية حتى من اللي جاب هالكلام. شوفوا الوصية اللي ترك لكم ياها النبي محمد، قتلوا بعضكم، تنقسم أمتي، انقسمت اليهود على 70 فرقة وانقسمت، تنقسم أمتي على 70 فرقة، الكل في النار واحدة في الجنة. شوف أنت وأخوك ابن أمك وأبوك، ممكن تكون أنت معك ثلاثة أربعة معك، وهذا صفيته فرقتين، أي فرقة بدها تقتل الفرقة لحتى تكون بالجنة؟ ما بتعرف. عم نشوف اليوم المسلم، كان أول نحن على أيامنا كانت المذاهب الأربعة، حنفي وحنبلي وشافعي، الأربع مذاهب كانوا يقتلوا بعضهم. بتشوفوا اليوم إخواني المذاهب والطوائف عم تقتل بعضها، السنة بقلب المذاهب، السنة بين السلفية والصوفية، سنة الاثنين، واثنين شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي نفس الشيء هذاك، بس لأنه هذا صوفي وهذا سلفي عم يقتلوا بعض. الشيعة هذا 12، هذا جعفري، هذا أخباري كمان عم يقتلوا بعض، الأحمدية عم يقتلوا البهائية، البهائية عم تقتل. يعني هالقتل الموجود عندك أنت كمسلم بتعاليم قرآنك للإبادة الجماعية للجنس البشري، مش بس لعدو الإسلام، حتى للمسلم ذات نفسه. هل يمكن إله خلق الكون، إله المحبة والسلام، بيعمل بيوافق على هالشيء؟ هذا اللي هلا بده يبين لنا يا القسيس. تفضل القسيس نبي على المقارنة الحلوة اللي راح يكون منها. هنا أنا بشوف حاجة من الحياة اللي هي فكرة دلوقتي الإسلام، وده الكتاب اللي بيحرض على القتل صراحة وبكل. لكن أنا عندي حاجتين مهمين جدا جدا في المقارنة، والمقارنة مش معناها إن أنا بقارن شيء بشيء، لأني أنا مثلا الظلام بالنور، وفي اللغة العربية بيقول لك بالتضاد تتضح الأشياء. في سفر أعمال الرسل أصحاح 17، بولس وسيلة لفقوا لهم التهمة، بولس الرسول وسيلة واحد من الناس اللي بيخدموا معاه، الاثنين كانوا بيخدموا، وهم بيخدموا لفقوا لهم تهمة. ليه؟ لأنهم هم كانوا بيكرزوا بالإنجيل، وفي الكرازة بالإنجيل الناس اللي بيربحوا من وراء العمل التماثيل صنام، واللي بيربحوا من أعمال السحر والعرافة طبعا، لأن الإنجيل ضد كل ده. فدول حتى في عبارة كده اتكتبت لما أخرجوا الشيطان من الروح، من الجارية اللي بيها روح عرافة، يقول ولما خرج رجاء مكسبهم. الفكرة كلها كان هدفهم المكسب. انتهى الأمر ببولس وسيلة يوضعوا في السجن، وكان سجان فيليبي، ده كان في مدينة فيليبي، سجان فيليبي يكون هو الحارس المشرف على تعذيب بولس وسيلة. كانوا حاطين رجليهم في المقطرة، لكن بولس وسيلة وهم حتى في الحالة دي، لأنهم عملوا بالكلام الوحي المقدس، إنه احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، وهنشوف الفرح دلوقتي، إني وهم بيصلوا بيرنموا تزعزعت أساس السجن. سجان فيليبي لما شاف الأبواب مفتوحة
بيقول الكتاب استل سيفه وكان مزمع أن يقتل نفسه. تعالوا نتخيل حاجة، لو بولس وسيلة قالوا يا سلام الله هو اللي بيحامي عنا ونحن صامتين، المسؤول عن تعذيبنا هيقتل نفسه، هو بولس كده قتل؟ لا. حرض على القتل؟ لا. كتر خير، لكن لا، أصل بولس يتبع إله الحياة، فمش بس ما قتلش ومش بس ما حررش القتل، ده حتى أنقذ حياة الشخص اللي أنقذ حياة الشخص اللي بيعذبه، قال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لأن جميعنا ها هنا. طب ايه الفرح بقى؟ الفرح ان هذا الشخص، وخلي بالنا من حاجة، لان ده الكلام والكتاب ان احنا لا نخاف من الذين يقتلون الجسد بل من الذي له سلطان على الروح معا. ان اله الحياة اولاده بيحبوا الحياة للكل، فقال له لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لان جميع. فجري سجان فيليبي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح وتخلص وأهل بيتك. طب فين الفرح هنا يا أبو أحمد؟ الفرح الكتاب علمنا السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون للتوبة. فهنا الفرح، فرح بولس وسيلة اكتمل مش بس بإنقاذ حياته من الموت، لكن إنقاذ حياته من الموت الأبدي. وده اللي أنا بصلي من، وده شفاء النفس، ده الشفاء الحقيقي للنفس، ده شفاء المؤمنين. ده عكس تماماً الإسلام اللي غرس في قلبك الكراهية ضد جارك وضد أخوك، حتى ضد أخوك، ضد ابنك. لأن الآية اللي قالها أبو أحمد في المجادلة ضد أبوه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كان أباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم. أبو زر الغفاري قتل أبوه، عمر بن الخطاب قتل خاله، أبو بكر الصديق لحق ابنه عبد الله وبده يقتله، عبد الرحمن وبده يقتله، تخيل. أعمال الصحابة وهذا اللي عم يحكي الأسيس. نعم. فده دي أكتر من كده كمان، ودليل الصورة اللي بعديها اللي هي صورة الحشر يا أبو أحمد، بيقول إيه؟ نعم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. ما أوراسك. أنا لسه مصري. أنا شفت اللي بيخرجوا من ديارهم، يعني أنا عشت ده. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأولى الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم إيه؟ الرعب. في الأنفال 60 ترهبون به عدو الله وعدوكم، وفي الحشر وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدين فاعتبروا يا أولى الأبصار. هاي الآية لو شوي هيك، بس أنا ما راح نفسرها، بس أعطي رموز شوي عن الموضوع. هاي قبيلة يهودية راح حاصرها النبي بعد ما ضيق الحصار عنها وراح يخنقها، هو راح بده ياخذ كنوز بني قريضة منهم، كانوا مفكرين انه بني قريضة مخبين عن بني النضير الكنوز تبعه، بده ياخذها حاصرها. قال له ما بيطلع فيكم الواحد إلا بحمولة جمال، بعدين قال له لا ما في حمولة جمال، بيطلع بحمولة شخص واحد، حتى صار يكسروا بيوتهم وأساسهم وهن طالعين.
ونحن بنعرف كان اليهود المسيحيين عايشين بالجزيرة العربية أصحابين مهن، أصحابين حرف، أصحابين تجارة، خلاهم يطلعوا بس بأحمالهم هن الشخصية. تخيل. تفضل أسيس. شكرا لك. كمان في أبو بلال الرب يباركك بيقول ليش ما تعملوا حلقات عن الكتاب المقدس؟ أكيد يعني أكيد نعمل حلو إن إحنا نعمل حلقات عن الكتاب المقدس، لكن كمان إحنا حتى في البرنامج ده اسمه الرب يسوع المسيح أم محمد، إحنا كمان بنعمل مقارنة وبندي الرسالة. ده الفكر الشيطاني، فين الفكر الإلهي؟ عشان كده أنت هتلاقيني يمكن النهاردة ما عملتش كتير مقارنات، لكن هتلاقيني دايما بدخل في فكرة المقارنات بين الظلام، بين الشيطان اللي بيدمر وبيهلك، وبين الله اللي بيحيي ويعطي. ولو عندك كمان أي أسئلة أبو بلال احنا تحت أمرك، ولو عايز تكون جيست أعتقد أبو بلال يعني وقت اللي بيكون عندي أحد وثلاثة أسيس ما بيجيش، أرجوهم يطلعوا يسألوني بالكتاب المقدس وعلى العهد القديم وعلى معارك العهد القديم، ما بيطلع. يعني هذا أسلوبكم حبيبي أبو بلال، هذا أسلوب شوية بيكون مع احترامي لكم، يعني ما بعرف شو بدي أقول عنه، أنه نحن وقت اللي منكون موجودين أنتوا عم تروحوا لغير شيء. ممكن نعرف ليش إخواني؟ عموما كمان الفرصة مفتوحة، لو هو عنده أسئلة ما عندناش أي مانع أبو أحمد. فهنا بنشوف الفكر الإسلامي هو فكر إرهابي بامتياز، يعني ده فكر إرهابي بامتياز، يعني ده إحنا شفنا ده الآية اللي قالها أبو أحمد اللي هو قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كمان التوبة 123، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجد فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هنا ده إله الدموي بيقول كده في تفسير ابن كثير، أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأول، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ الرسول بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا في قتال أهل الكتاب، فتجهزوا لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب. طب هم أهل الكتاب، أنت بتقتلهم ليه أو بتدعوهم ليه؟ فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد، يعني كان في فقر في البلاد وضيق الحال. كمان هنا بيورينا أنه عمل الحكاية دي لهدف الفلوس، نعم، جذب البلاد وضيق الحال. وذلك سنة 9 من هجرته، ثم اشتغل في سنة 10 بحجة الوداع ثم عجلته المنية. المهم هنا الفكرة هنا بيتكلم عن ايه؟ انا بيفكرني بحاجة ابو احمد، بيفكرني باعمال الرسل اصحاح 1 عدد 8، وتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. بس دول يعملوا إيه؟ يشهدوا عن الحياة وعن إله النعمة، يشهدوا عن الإله اللي أعطى الخلاص، يشهد عن الإله اللي بذل نفسه لأجلهم. لكن هنا بيعمل إيه؟ بيقاتل بغلظة بقسوة. وهنا بيتضح أبو أحمد الفرق بين الله وبين الشيطان. طبعا مفيش مقارنه لغير الشيطان، لكن الفكره عشان تعرف انت بتعبد مين. نعم. الفكره انا لما اتكلم عن ان ده فكر شيطاني، رسول الاسلام يأيدني انه ده فكر شيطاني، لان الشيطان القى في امنيته. انا ما يعني وما من رسول وما من نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. القى الشيطان بامنيته ما بنعرف. الشيطان لمسه للنبي كتير. كم مرة انسحر كتير. نعم.
الحياة الثانية إن هو نفس عارف من اللي كلمه، وخديجة هي اللي أثبتت له. وأنا ليه أثق في خديجة؟ ما خديجة مش نبي، ما حدش قال لنا مرأة. مرأة شهادتها بالإسلام لا تقبل، بدها تكون مرأة ثانية معها. لا مش بس مرأة ثانية أبو أحمد، الآية كمان أنا آسف وتصححني في الحكاية دي، لأن أنا قريت الآية فهمتها بمفهوم ثاني. هي بتكلم على فكرة إني رجل شاهدين، ولو مش شاهدين رجل وامرأة، صح كده؟ يعني اثنين نساء ورجل ورجل أو المفروض حتى تكون شهادتها بمعناتها لازم يكون ثلاث نساء معاها. أنا عندي السؤال هنا، أنا السؤال هنا. لو ما فيش رجل هل تقبل شهادة المرأة في الإسلام؟ في الحدود على مثل حد الزنا، لو كان 100 مرأة، لو كان مدرسة بنات واقترفوا ما بتقبل، أما بالحدود الباقية الاثنين نساء بشهادة رجل. لأن الفكرة الآية بتتكلم عن رجل وامرأتين، بس ما جالش 4 نساء يقبل شهادتهم في الآية نفسها. يعني هلأ هي بس بالفقه بياخذوا أنه كل اثنين نساء بيساوي رجل. فهنا فهي عموما هي خديجة لا تقبل شهادتها لأنها امرأة ومعاش حد تاني. نعم. فهنا أنا عندي شهادة بطل. الحياة الثالثة اللي كمان بتخليني أقول أني رسول الإسلام ده مش من الله، لأنه هو اداني شهادة مزيفة. إيه هي الشهادة المزيفة؟ الشهادة المزيفة في سورة الصف 6 أبو أحمد. نعم. اللي هو قال أني ادعى أن المسيح قال أنه يأتي بعد نبي اسمه أحمد عيسى مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل مبشرا بنبيا يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. طيب أنا يمكن أنا بقول الحكاية دي أبو أحمد، لو حضرتك عندك مستشفى، أنت صاحب مستشفى. نعم. وأنا جيت قلت لك أبو أحمد أنا واخد أعلى الشهادات في الطب وفي الجراحة، نكبس. نعم. يا جماعة في التكبيس حبايبي، لأنه هي التكبيس رجاء فضلا وليس أمرا. نعم. نحن المفروض نكون عدينا 80 دلوقتي يا جماعة، لأن دلوقتي 4:30، إحنا قاعدين لنص ساعة ولسه يدوب معدين 50. حبايبي شوية تكبيس فضلا وليس أمرا. نعم. فهنا أبو أحمد أنا عندي جيت قلت له أخذ أعلى الشهادات في الجراحة، في الطب في الجراحة. نعم. فأنت أنا عايز أتعين في المستشفى عندك، فانت بتقول طب اديني الشهاده. اقول لك الحقيقه انا كنت معايا الشهاده بس ضاعت. او اقول لك روح اشتغل بريت المستشفى. او الموظف اللي عند الدسوها الكليه دي اتحرقت. او حد بدل الارشيف وانا شايفه مش موجوده، هل تقبل تشغلني عندك؟ لا. طيب انا هاجي هنا، المسلمين قالوا كتابكم اتحرف، وطبعا ده مردود عليه. نعم. لان يونس 94 بتلغي الفكره دي، اللي هو فكره ان كنت في شك فيما انزلنا اليك سنلزمهم يقرؤون الكتاب قبلك، فلو انتوا قلتوا ان الكتاب محرف يبقى لا محمد نبي ولا اله ولا. فهنا انا عندي، انت بتقول كتاب يا عم انا بتفق معاك، هات لي الشهاده بتاعت الرسول اللي قال عليها، هات لي الكتاب اللي الكنيسة بتاعكم انه محمد رسول، ولا كتاب ولا وقفة. عشان كده أنا بقول لك أخويا المسلم أنت الحقيقة لما بيقولوا إنجيل برنابا، إنجيل برنابا والأزهر رافضوا لإنجيل برنابا، لأن إنجيل برنابا بيقول عنه مخ ده اتكتب في القرن 16 أبو أحمد. معلش حتى إنجيل برنابا بيقول عنه مخبول. ولو لا يقبل الإنجيل برنابا المفروض يقبل كل حاجة في إنجيل برنابا، ويقبل فضيحة للإسلام. يعني إذا نبيكم مخبون نحن موافقين خلاص. فهي دي الإشكالية عند إخواتنا المسلمين. فأنا بتمنى أن إخواتنا المسلمين ربنا يفتح عينيكم وتفكروا الصحيح اللي يوصلكم فعلا للحق. إحنا ما هدفناش، يعني إحنا هدف لينا أن إحنا نشوه دينكم ولا الكلام ده كله. الأنفال 6 كمان، سوري الأنفال 65 يا أبو أحمد بيقول إيه؟ يا أيها النبي حرّد المؤمنين، حرّد المؤمنين على القتال. القتال أن يكن منكم 10 صابرون يغلبوا 200، ومنكم يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
حرض. التحريض على القتال هو القتل نفسه يا ابو احمد. يعني في القانون الجنائي القاتل والمحرض بياخدوا نفس العقوبه. فهنا بنشوف ان الرسول نفس اله الاسلام بيقول النبي يا ايها النبي حرض نينا على القتال. القتال نعم. وطبعا وسوره البقره انت عارف نعم انت عارف الايه اللي بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. نعم. البقره 216 بيقول ايه؟ كتب عليكم القتال. يبقى هنا القتال فريضه اسلاميه خالصه ومخلصه. ففكره ان الارهاب لا دين له دي اجزوره جدا جدا من الناس اللي بيقولوا ان الارهاب لا دين له. نعم. انا برجع لك تاني يا ابو احمد عشان ما اطولش عليك، وبعد ما مداخلتك ممكن نشوف ازاي اذا كان الاسلام دين ارهاب احنا نعيش لمين ونعيش فين وايه الطريق اللي احنا نتبعه بعد مداخله حضرتك. نعم. بس يا ريت يا جماعه تكبيس، لان احنا فعلا 4:30 قاعد لنا نص ساعه واحنا يا دوبك وصلنا 52. انتوا كنتوا بداتوا جامدين وابتدينا نهدى كتير خالص. نعم. معلش يعني أسيسنا الغالي كل المسلمين بيتباهوا فيها. شو بتقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيوة. يا ريت حبايبنا المسلمين تفرجونا كيف بدكم تأمروا بالمعروف وكيف بدكم تنهوا عن المنكر. بيقول لك بتفسير الآية تأتون بهم والأغلال في أعناقهم، بتلبسون سلاسل الحديد أخوي والسيف فوق راسهم والغل في رقبتهم بجيبهم على الإسلام. هاي من بركات الإسلام. هلأ حبايبنا الغاليين في عنا آية لنفرجيكم لما منقول الكتاب إرهابي، وكنت حابب أن نضل بآيات القرآن ما راح نروح لأي شيء للأحاديث أو غيره. اللي بيشوف سورة الحشر 7 أخواني بفرجينا قديش هو المحمد حرامي، يعني كان يلعب بالناس لعب رهيب وخصوص مين. شوفوا هون شو بيقول، وبتفسير الآية اللي ما بيصدقني شوف شو مفسرينها. بتقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليش؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بهالآية شو منشوف حبايبي؟ أنه أهل القرى لما راح بالأحزاب وأخذ الغنائم قالوا محمد شو قالكم؟ ما أفاء ما عطى الله لمحمد قالوا بس ذي القربى واليتامى، ما في لا ذي القربى ولا في اليتامى. شو عمل محمد بتفسير إذا ابن كثير أو الطبري أو القرطبي أو الجلالين؟ شوفون اخواني كل المفسرين المعتمدين بيقول لك اجا وجاب الغنائم وعطى لكل وحده من اهل بيته خراج سنه. يعني تعالي يا عائشه هي 20,000 دولار او 30,000 دولار هذا مصروف سنتك، تعالي يا حفصه هي مصروف سنتك. من وين؟ من غير اللي اخذها. يعني هون بتشوفوا حبايبي بهالآية هي منشوف قديش كان محمد فارض كزعيم مافيا، مش كنبي، مش كنبي جاي يوصل كلام أو إله، أو جاي زعيم مافيا على المسلمين جميعا وعلى البشرية جميعا. يعني سرق وغزا. شوف الفتوى اللي عم يقول لك ليش عمل هيك محمد؟ لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني ما لازم تكونوا أغنياء يا مسلمين تضلوا كلكم مكسورين ومقهورين.
تحياتي أخ كريم، كيف حالك حبيبي كريم؟ سلام ونعم لك حبيبي أبو أحمد، ولا كل السادة المشاهدين، ولا الغس ثابت، ولا كل الأحبة الموجودين معنا. ربي يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. سلام ونعم عليك أخ كريم، ربي يباركك، مبسوطين أنك تكون معنا. معلش أنا بس أعرف عنوان الحلقة، ضاعت مني، تكلمت في مواضيع شوية. الكتاب يعلم الإرهاب. كتاب يعلم الإرهاب. هل القرآن بيعلم الإرهاب أخي الكريم، ولا بيعلم الإنسانية والأخلاق والمحبة والتسامح؟ عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب هو سورس الإرهاب، أي المصدر الأساسي للإرهاب هو القرآن. لا. نفس محمد اللي أسس هذا الدين هو ابن 24 غزوة حربية شارك بهم بالعشر سنين الأخيرة. علماء المسلمين عندما حسبوها قال لك كل 11 يوم كل 11 يوم الرسول كان عنده غزوة حربية. غزوات الإسلام في زمن محمد 57 غزوة، قسموها ما بين غزوة وما بين سرية. اللي شارك بها رسول الله، هكذا يقول العلماء، هي اسمها غزوة، والذي لم يشارك بها اسمها سرية. 57 حرب ضد ناس بحجة أنهم بس غير مسلمين، بحجة أنهم لا يؤمنون بالإسلام. وبعض الغباء اللي محمد شن عليهم الحرب لم يدعوهم للإسلام أصلا، مثل بني غينغاع وبني النظير وبني المصطلق، لا توجد ولا توجد أي مرة من المرات اللي يصيروا مسلمين. سألوا لماذا؟ قالوا تكنزون الذهب والفضة، عندكم فلوس؟ أوكي يعني نكنز الذهب والفضة، حرامية يعني سرقنا منك؟ يكنزون آية قرآنية في سورة التوبة، يكنزون الذهب والفضة. ووصفهم باليهود والنصارى، قال لك اليهود والنصارى يكنزون الذهب والفضة ولازم نأخذ الذهب والفضة. الغزوة الثانية سأل أحد الصحابة قال يا رسول الله لماذا نغزو؟ قال نغزو تابوك علشان تغنمون بنات الأصفر، نريد نسوان ندور على، لأن الجزيرة العربية ما لها بنات الأصفر. وخذ ثلاثة من سبايا الحرب المسلمين عندما دخلوا في زوجات الرسول، قال لك من أجمل نساء الرسول جويرية وريحانة وصفية. مين هم دول جويرية وريحانة وصفية؟ ثلاثتهم من سبع الحرب، ثلاثتهم يهود مسلمين. فمحمد ليس فقط هو عمل الإرهاب، بل وضعه شريعة بالقرآن، وضع الآيات شريعة للمسلمين. المسلمين اليوم اللي يفجرون مسلمين، اللي يقتلون مسلمين. لا يمكن نقول كل إرهابي هو مسلم، ولكن كل مسلم هو إرهابي للأسف الشديد، لأن العكس صحيح. المسلمين اليوم اللي هم ناس طيبين في بيوتهم وما لهم دعوة لا بهذا ولا بهذا، ما دامهم يؤمنون بهذا الدين فهم يساندون الشخص الإرهابي. الشخص الإرهابي عندما تتكلم معه أنت وقلت له، قال لك احنا على غلط، احنا مليارديين. طيب دول المليارديين لا يؤمنون بالعقيدة اللي انت ماشي بيها، تتفجر وتقتل وتاخذ بلاد وتاخذ نسوان وتفجر في دول غير إسلامية، وقال لك لا هم مسلمين وانا مسلم، انا عندي عقيدة الجهاد الولاء والبراء، هم ياخذون بالعقيدة الاخرى، كلنا مسلمين. فالمسلم اللي منتمي لهذا الدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في نوع مباشر أنك أنت جهادي، وفي نوع بطريقة غير مباشرة أنك أنت تنتمي لهذا الدين، فأنت تعطي قوة وتعطي شرعية للشخص الإرهابي أنه يقتل. اليوم إذا مسكت ريموت التلفزيون وفتحت بس يعني اللي تتفرج على أخبار، تشربك سكان الشاي بالبيت قاعد على الكنبة وفتح بالريموت، يعني الجزيرة مسلمين اغتصبوا، العربية مسلمين، هاي القنوات الإسلامية نفسها، كل الأخبار تجدها مسلمين عملوا، مسلمين فجروا، مسلمين قتلوا، مسلمين سرقوا، مسلمين حرشوا ببنية، مسلمين تزوجوا طفلة، وهذه كلها. فالشريعة اللي وضعها محمد لأنها ليست من الله، لأنها حزب سياسي، دمجها بمعرفة، وهذا خطر جدا جدا جدا. محمد لا ننكر محمد موجود، نعم محمد غائد سياسي، نعم محمد واحد العرب، نعم، كلام مع الله هذا كفر، ما بيعرف الله هذا الرجل لا من بعيد ولا من قريب. هو رجل سياسي زي السياسيين اللي كانوا موجودين وذهبوا راحوا ماتوا وخلصوا. المسلمين يقدسون هذا الشخص ويسمونه نبي يوحى له من الله، اعطوا سياسته شرعيه انها من الله، وهو بنفسه عندما سالوه قال لك انا ما بتكلم عن نفسي، انا ماليش دعوه، كل ما قاله الرسول هو من الله، حتى كلامك مع زوجته لك كل شيء، ولا ينطق عن الهوى، ما بيتكلم كلمه على الهوى. حتى من الثواب في حديث علماء المسلمين شرحوه، الحديث موجود في البخاري عن فلان 14 راوي، عن فلان عن فلان عن فلان، لما توصل للرسول. اوكي وصلنا للرسول، خير ان شاء الله، فين
قال لك يوم من الايام الرسول قاعد يسوي خلاص الحديث انتهى. يعني قال لك هاي النطقه من الله، ما ينطق على الهواء، حتى من ثوب من الله، كله من الله. هاي مزجه بطريقه غير. ايوه الحديث لما تقرا 14 راوي عن الرسول، شو الخبر اللي توصلني يا فلان وابوه سمع عن جده؟ اوكي شو اللي سمعوه مهم جدا اريد توصل لنا؟ قال لك رسول الله فتح فمه وسوى وبعد انتهى الحديث. شوف لما تقرا الحديث ارد افهم شو ليش جبتوا له حديثه. قال لك رسول الله لا ينطق عن الهوى، حتى هذه نحن حديثنا نحن حال الرسول هي من الله. تخيل القدسيه حطوها اهالي على راس هذا الشخص. نعم. من هذا الشخص لكي يحكمون به الدول. اليوم الدول الاسلاميه السياسيين اليوم مستفادين من محمد. شفتوه معتقد بالمحاكم، اذا مجرم يجيبوا للمحكمه ماسك قران بيده. ما بعرف قضيه يريد يحكم الناس ماسك قران بيده. اللي طلعوا تظاهرات بايران، طلعوا تظاهرات ناس الحكومه تغلي البنزين، والحكومه عامله معهم مشاكل كثيره، وقتلوا بيت بالشارع غير محجب، هاي الامور ما سامين اللي سمعتوها بايران. مسكوا منهم تقريبا 1200 واحد بالسجون يعني. 19 منهم واحد حكمهم بالاعدام، الجريمه ان شاء الله خير. جابهم القاضي امام التلفزيون محكمه علنيه عشان الناس تعرف انه واضحين يعني محاربين الله ورسوله كما موجود في سوره المائده الايه 33. وين الله ورسوله اللي حاربوه؟ بس دليل اريد اشوف عبر محمد ما عنده بيره. حاربوه كيف يعني؟ شلون حاربوا الله ورسوله؟ قال لك يسعون بالارض فسادا. الحكومات السياسيه الظالمه اليوم اخذت ظلمها من تعاليم محمد نفسه. هذه الحكومات الاسلاميه بفيدهم هذا الدين. بس المسلم الغلبان يا عزيزي المسلم انتم بهذه الشريعه الارهابيه وغتل وسفك الدماء، واخيرا كل هذه المشاكل وكل هذه الاتهامات عليك اخيرا لا تروح للجنه، لان محمد نفسه عندما سالوه قال وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي وبكم، انا زيكم ممكن جهنم ممكن. انت مو من هذه الدينيه مسلم الغلبان، مت من تهمه الارهاب والتصق بك ليش؟ ما تستطيع تروح المطار ويعرفوا انك انت مسلم، خلي بالك الناس تعدي وانت يوقفونك على الجنب يفتشونك داير دور، ليش؟ متهم بالارهاب، لانك تؤمن بهذه الشريعه. يجب عليك انك تتخلى من هذه الشريعه وتصفي ليس فقط جسمك، صفي قلبك ايضا، تترك هذه الشريعه واتمنى انك تقرا الانجيل وتعرف المحبه والسلام الحقيقيه. الله بيحبك والله بيريدك والله يوصل لك رساله. ابو احمد والغستابي والغلاف العالميه مش ضدك، بس هذه العقيده الارهابيه بالارض منبوذ وبالاخره في نار جهنم. احنا لا نتمنى لك لا هذا ولا هذا. نتمنى لك كمسيحيين تعيش بخير وسلام على هذه الأرض ثم ترث الحياة لا بديلة، والرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلام. حبيبي كريم شكرا لك على المداخلة الرائعة اللطيفة. شكرا. نعم. شكرا كريم. شكرا رب يبارككم. تفضل أبو أحمد. النقطة الرئيسية يا غاليين أنه نحن رد بكرر كلياتنا الخدام، مو قصدنا نسيء لبشر لا، لكن فكر شرير فكر شيطاني. يعني جيبوا النقاط اللي حطها من وين عم يجي بدنا نفهم مين اللي صنعه، أنتم فهمونا إياه. هل يمكن أن يكون لنبيها؟ مستحيل. شو جاب شي فاد البشرية فيه؟ ما حدا فينا بيجاوب. منين جاب هالكلام؟ ما بنعرف، بس نحن بدنا نآمن فيه فقط. طيب ليش؟ شو آمنا شو استفدنا فيه حبايبي؟ ممكن نعرف؟ شو أعطاك أنت يا مسلم لتعيش بسلام؟ مستحيل. علمك الحقد؟ نعم. علمك الكره؟ نعم. علمك القتل والإجرام؟ نعم. علمك بس كلمة بدي حقي؟ أنت صفيت وجهك. وبأكد على كلمة الأخ كريم، أنت اليوم وقت اللي بتكون أخي أنا عايش بحالي أنا مسلم عادي، مجرد انك مسلم انت عم تدعم هالارهابي، وبتقعدوا بتقولوا نحن مليار ونص او مليارين. مين قال مليار ونص؟ انتوا كلكم على بعضكم تتجمعوا كمسلمين بحسب حديث النبي 500,000 او مليون مليونين بني ادم. ليش؟ لانه انتوا كلكم فرق وعم تقاتلوا بعض. هلا يوقف الناس عن مقاتلتكم؟ بس خلال 10 سنين بنلاقيكم صفيتوا 100,000 واحد. بس لو في الهمجية تبع محمد لما كانوا مثل لما عائشة راحت قتلت علي، لما محمد حرق مسجد ذرار،
مجد ضرار بالمدينة، يعني محمد حرق مسلمين. هذا هو التعليم المحمدي. أنت رح تفنى، مستحيل تعيش. ليش؟ لأنه هذا الكتاب ما أجاك إلا بالإرهاب. هذا الكتاب ما هو صنعي له أخوي، يلي إجا زعيم مافيا وحط اسم الله عليه وعاد البشرية كلها، حتى عاد أهل بيته. يعني تخيل واحد عمه لهب حكيم بني هاشم أبو الحكم، وأم جميل زوجته من نساء قريش المعروفات، وقت اللي كان بيبي اتبعت الجارية تبعه وتعرضه على محمد. لما كبر شو عمل؟ نزل له آية: تبت يدا أبا لهب وتب. تخيل أنت اللي عم تصلي وعم تقرأ تبت يدا أبا لهب وتب، قديش عم تستخطر نفسك انك عم تسب واحد ما عم يتسب. شو الحقد اللي عندك؟ ومين هذا عمه للنبي؟ بقرا انت بتقتل عمك، انت بتقتل ابوك. ابو زر الغفاري لما قتل ابوه لانه النبي قتل عمه. هذا الارهاب اللي بين ايديكم. تفضل السيس، تفضل حبيبي. احنا تقريبا عندنا اعلانات دلوقتي، ناخد اعلانات يا ابو احمد وبعد كده ناخد المداخله بتاعتي. لو الكنترول جاهز بالاعلانات. ايوه شكرا ليكم. طبعا دي حلقه النهارده، يسوع المسيح محمد، بعنوان كتاب يعلم الارهاب. طبعا برحب باسئلتكم، لو حد عنده اسئله هيكتب لنا رقم واحد بس. الاعلان اللي بعديه: الاسلام السياسي، ده بكره الخميس 12، الاخ كريم المقدم ومع الأختين ديفاين وجدادية، الخميس الساعة 3 بعد الظهر مع الأخ كريم والأختين جدادية وديفاين. المرأة وأحكام القرآن مع الأخت ديفاين أفنان والأخت ديفاين والأخت جدادية، يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا، 7 بغداد، 7 القاهرة، 5 أوروبا. أنا بس الكنترول، أنا في بس في المواعيد، مش بس عشان النهاردة، عشان كمان برنامجنا إحنا كان فيه خطأ في الميعاد. أوروبا بينها وبين شرق أمريكا، فالمفروض تبقى 6 أوروبا. نعم. 7 مصر، 7، فياريت نراعي الكلام ده وناخدكم ملحوظة. ما بين الشريعة والنعمة، رسول الإسلام أمي، يوم الجمعة مع الأخ كريم، وأنا أتشرف أن أكون مقدم البرنامج، الساعة 3 ظهرا شرق أمريكا، 10 بغداد والقاهرة، والمفروض برضو 9 بتوقيت أوروبا. بس ملحوظة جناب الغسيس، هل كان رسول الإسلام أمي؟ لأن هو مش أمي كذبون عليه. أنا آسف جدا، هل كان رسول الإسلام أمي؟ الأمية بمعنيين. طيب شكرا لك كريم. المهم، قناة الأرمية كقناة مش قناة ربحية، القناة بتخدم وبتوصل رسالة المسيح. فياريت يا جماعة اللي عنده دعم، هي شاكرين ليكم، فادعموا قناة الأرمية. احنا عندنا الويب سايت بتاع قناة الأرمية اسمه www.abngive.com، أو تتصلوا بالقناة مباشرة. الرب يبارككم ويبارك دعمكم. بشكركم على السايت هنا هو، بشكركم على دعمكم، بشكركم على كل الدعم، سواء بالصلاة أو سواء بحضوركم والتكبيس، لأن ده بيساعد على نشر الرسالة. فبصلي إن الرب يشغلكم أي مبلغ تقدموه لقناة الأرامية والرب يبارككم. طبعا قناة الأرامية، لو دخلت على صفحة قناة الأرامية هتلاقي البث بلغات كتيرة جدا جدا في قناة الأرامية. بكم والرب بكم. نرجع تاني أبو أحمد، يمكن أخونا كريم وحضرتك تكلمنا، ويمكن في بداية الحلقة احنا شفنا كمان شيوخ الإسلام عن الإرهاب فريضة، وبيشككوا في إسلام من يقول عكس هذا. يعني اللي يقول ان الارهاب مش فريضه، واللي بيقول ان الجهاد مش فريضه، والجهاد هنا بمعنى القتال، هنا بيشككوا في اسلام. المشكله الجماعه دول بيقولوا حاجه يا ابو احمد، يعني النهارده ابتدوا، ودي حاجه مهمه يعني نتامل فيها شويه، لانه بيطلع بعض
المسلمين اللي بيحاولوا يجمل سلطة الإسلام زي شيخ الأزهر، وبعض المسلمين اللي بيحاولوا برضو يخدعوا الناس وبيقولوا إن فكرة كافر معناها أنك أنت لا تؤمن بما لا أؤمن به، يعني أنت بتكفر بما أؤمن به وأنا بكفر بما تؤمن به، يعني الكفر من ناحيتين رايح جاي، يعني المسيح بيكفر بالإسلام والمسلم بيكفر بتعاليم المسيحية. فأقول خلاص ده حاجة عادية، وكلمة كافر دي ما فيهاش مشكلة، ولما أقول عليك كافر مش مشكلة. طبعا احنا خدنا فكرة المشركون نجس، إنه المشركون نجس، نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نعم في التوبة 28. لكن حتى دي ما انا ما عنديش مشكلة فيها، قول اللي انت تقوله عنه، لكن المهم ايه، في مثل جلول ناس قال له اعبد الحجر لكن لا تلقيني به، هو بدي يقتل، اذا ما قتل مين بدي ياكل؟ فهنا السؤال، السؤال انا لو كافر في الاسلام عقابي ايه؟ ايه هو عقاب الكافر حسب ايات القران؟ البقرة 191، اقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فان انتهوا فلا عدو الا على الظالمين. وطبعا قلنا كتب عليكم القتال وكل الكلام ده. فالمشكلة مش فكرة انك انت بتكفرني، المشكلة في انك لما تكفرني هتعمل معايا ايه؟ لما تكفرني هتقتلني، لان حتى انت هتقتل ابنك او ابنك هيقتلك لو انت كافر بالاسلام، ومعروف الكلام ده كله، ومعروف حد الردة في الاسلام. مش هاجب كتير عند الموضوع ده، لكن يا جماعة كمان واحنا بنتكلم يا ريت التكبيس، لان احنا جربنا قاعد لنا 7 دقائق على البرنامج يخلص، ويا دوبك ما وصلناش 60 يا ابو احمد في التكبيس اليوم، ما بعرف شويه تكبيس محتاجين كده. طيب انا هنا ده تعامل مسلم مع الكافر، انت بتقول انت كافر بالنسبه للمسيحي، يعني انت مش بتؤمن بالايمان المسيحي، طب المسيحي بيتعامل معاك ازاي؟ وهنا الفكرة، أول حاجة أنا المفروض، ودي حاجة برضو من حياتي أبو أحمد اللي بيدخلونا فيها المسلمين، يقول لك الحروب الصليبية، وأنا مش بحاسبك على تصرفات المسلم، أنا بحاسبك على آيات قرآنية، أنا بتكلم معاك في آيات قرآنية، فأنت المفروض تتكلم معايا من آيات كتابية. لا يوجد نص كتابي يخيرك بين الإيمان والقتل أو يخيرك بين القتل والجزية، لا يوجد نص كتابي على الإطلاق سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. نعم. لكن كمان المقدس بيدعونا إيه؟ بيدعونا لصناعة السلام. ليه؟ لأن إحنا بنتبع الإله القدير أبا أبديا رئيس السلام، جاء ليصنع سلاما، حتى عندما جاء على الأرض أعلن أنه جاء ليصنع سلام، فغنت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أنت تبقى ابن إلهك لما تبقى مجرم وقاتل وبتاع غنايم وسافك دم، لأن دي الآيات القرآنية. أنا في الكتاب المقدس إلهي بيدعوني لصناعة السلام، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، لأن الله الظاهر في الجسد شخص ربنا يسوع المسيح هو اللي صنع السلام بيننا وبين الله، وعشان كده أوصانا إن إحنا نكون صانعي سلام. سلام المسيح بني على البذل والعطاء، لم يبنى على الضعف، يبنى على فكرة لا تهن ولا تدعوا للسلم وأنتم الأعلون، بني على البذل والعطاء. المسيح أعطى نفسه، أعطى ذاته، وأوصى تلاميذه اللي هو كل المؤمنين أتباع المسيح أن يحبوا حتى أعدائهم. فأنا عايز بس أوضح فكرة أعدائهم، زي ما قال أبو أحمد في البداية، إن أعدائنا مش الإنسان،
أعدانهم أجناد الشر الروحية في السماويات. عدونا الأساسي والرئيسي والأول والأخير هو الشيطان. لكن لما الإنسان يعادينا، لما هو اللي يعادينا، لما هو يختار يبقى عدو أو يعتبرنا أعداء، فالكتاب علمنا إن إحنا نحبه. سمعتم أنه قيل لا تحب قريبك وتبغض عدوك، وما أنا فأقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق الشمس على الأشرار والصالحين وينكر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لو أنا أخذت الآية دي أطبقها على المسلم أقول له كن ماكر كما أن إلهك ماكر، كن قتال كما أن إلهك قتال، كن مضل ومضل إلهك مضل ومضل. ده الإسلام، وده الفكر المسيحي. المسيح جاء ووضع نفسه واجتاز ألام الصليب عشان يدينا الحياة. في إله تاني يريدك أن تقول قتالا سفاكا للدم، يريدك أن تكون إرهابي ترهبون عدو الله وعدوكم. لكن أنا سؤالي ليك يا ترى أنت بتتبع مين؟ إله السلام، إله المحبة اللي طبيعته محبة، ولا تؤمن بالإله اللي بيؤمرك بالقتل؟ وكمان عايز أقول لك حاجة، اوعى تأمن مكره لأنه ماكر. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، فأنت مش هتأمن مكره. فهو هيوعدك بالمكافأة بس مش هيديك مكافأة. عشان كده كل من وعدوا بالمكافأة لم يصدقوا مكافآت لا إله الإسلام ولا رسول الإسلام، ولا حتى رسول الإسلام نفسه اللي كان بيدعو إلى الإسلام أو هو القائد بتاع المسلمين، لم يأمن مكر الله. لأنه لما سألوه أنت تروح الجنة ولا النار، قال لهم حتى أنا لما على فكرة وما منكم إلا والدها، لا لما يفعل بي ولا بكم، نعم قال حتى أنا إنما يتغمدنا الله برحمتي. طبعا حاجات كثيرة جدا النهاردة. وإذا ما تغمد، نعم وإذا ما تغمد إهلكنا. هو مش هتغمد أكيد، والأكيد بما أنه الإله والشيطان نفس العمل، معناته هذا مش كتاب إلهي. يستحيل أنه الله والشيطان يعملوا نفس العمل، استحالة طبعا. أيوة، وهذا العمل الشيطاني إخواني عم يؤدي لهلاك البشرية وهلاك الأمة الإسلامية والعالم المحيط من حولها. شوفوا لي السريان وين صفيوا، شوفوا سوريا، شوفوا لي الكلدان وين صفيوا بالعراق، شوفوا لي المصريين الأقباط وين صفيوا بمصر، ولا الأمازيغ وين صفيوا. لو ما طلعتوا أنتوا كمسلمين من الأندلس كانت الأندلس مثل مصر والبلاد. لكن كل الأمم الإسلامية الدول الإسلامية عم تهاجر لبلاد طلع منها الإسلام. لو ظل الإسلام ما كان في أن ينضب. لكن يعني تخيلوا بس هالمناظرة حطوها بينكم وبين نفسكم. أنت كمغربي كعايش بشمال أفريقيا اليوم مباشرة عم تهرب تلاقي على الأندلس تأخذ لجوء سياسي وتشتغل بإسبانيا. طيب ليش مو هنا كمان كانوا الإسلام صار يفيدوا؟ لو ما طلعوا الإسلام ما كانوا فادوا. شفت أخوي؟ نعم. حتى يعني حتى أبو أحمد لما بيتكلم كمان على فكرة الحروب الصليبية والكلام ده كله، وزي ما أنا قلت إني إحنا مش بنحاسب على تصرفات المسيحيين ولا المسلمين، إحنا بنحاسب على الكتاب بيأمر بإيه. فعلى سبيل المثال إني بعد موت رسول الإسلام سنة 632، 635 المسلمين غزوا دمشق المسيحية، 636 غزا المسلمون أنطاكيا المسيحية، في 638 غزا المسلمون القدس والإسكندرية المسيحيتين في 38، في 650 وصل الجيوش الإسلام إلى جنوب قبرص والأراضي المجاورة،
واختطفوا عبيد كسبايا وجواري. 711 غزوا أسبانيا، و715 اجتاحوا معظم أسبانيا، 717 حصلوا القسطنطينية وتم صدهم، 730 غزوا فرنسا حتى أوقفهم شارل مارتل بمدينة تور، في 792 نادى حاكم الأندلس بغزو فرنسا وحشد الجيوش لأنه كده الأندلس بقت إسلامية لاجتياحها مجددا. في 827 غزا المسلمين صقلية وإيطاليا. فهنا وفي طبعا حاجات كتير بس أنا مش عايز أدخل في التواريخ، لكن الفكرة هنا اللي هم بيتصدقوا بالحرب الصليبية ده، أنت عملت كل البدع. ورغم أن أنا بتكلم عن الحروب دي مش صليبية، حروب لم تكن باسم المسيح ولا بأمر من المسيح، ده دولة بتحامي عن ناس ضعفاء، الجماعة المسلمين هم اللي اعتادوا عليهم في البداية. دي الفكرة الأساسية اللي بيخدعونا بيها إخواتنا المسلمين. الساعة 5 مش عارف خطر العربية يمدونا للساعة كام أبو أحمد، احنا عايزين نشد شوية حتى لو خدنا 10 دقائق كده للتكبير. حبايبي بس شوية التكبير بعد أمركم إخواني، حبايبي الغاليين اللي معنا قليل شوي صار، إخواني المباركين، يعني احنا بدنا نشجع المسلمين يطلعوا يشاركوا معنا حبايبي لحتى نشوف النقاش، انتوا تجاوبوا على كل نقطة احنا بنطرحها. نتمنى من اي اخ مسلم او عالم اسلامي او نص عنده دراية بالاسلام يطلع ويجاوبنا اخواني، لحتى نكون نحن عم نحكي هالكلام هذا. ونتمنى من كل المسلمين اللي عم يتابعونا يقارنوا ويفهموا هذا الشيء اخواني المباركين، هل يا ترى نحن عم نحكي كذب ولا صحيح؟ كل ايات قرانيه، واي ايه ذكرناها روحوا لمفسرينكم انتم وبتبين مدى دقتها، مدى اعمال اللي وصلتوا له انتم. شوفوا اليوم اخواني ما في مكان وصل المسلم لحل الخراب عليه، مش من هلا، من لما طلعوا وراحوا على العراق، بابل وشريعة حمرابي انتهت. ابن رشد كان كاتب وأديب انتهى، مكتبة اسكندرية بمصر وتاريخ مصر غير انقرض. ليش عم تنقرض اخواني؟ عم تنقرض من اعمالكم انتم، من افكاركم انتم، أفكار الشر والشرور اللي عايشين فيها حبايبي المسلمين. شوفوا مصر اللي من 5000 سنة حطت حضارة لحديت اليوم العلم معها. الشعب المصري وللأسف عايش تحت الكباري، وأدنى نسبة معيشة للمصري اللي كانوا أسياد العالم. الآشوري كانت أول بالعالم. وبيعملوا كباري جديدة دلوقتي أبو أحمد. نعم، عشان يعذبوا الناس تحت الكباري المشردين. هي يعني اللي عم تشوفوها اخواني. ليش ممكن واحد مسلم يقول لي يا هل ترى اليوم روحوا قولوا لحي الله مصري، تعال اطلع على اوروبا بزت الاسلام بزت، بس صار لاوروبا بصير بده الشريعه الاسلاميه، وهن هربانين من الشريعه الاسلاميه. عندكم مرض انفصام شخصيه اخواني يا مسلمين. كل اللي من بلادنا هربنا بسبب الله أكبر، عم يقتل الله أكبر، وبدنا جينا لبلاد عم تحترمها بدنا الشريعة الإسلامية. تفضل تقبل تعيش انت بشريعة إسلامية اللي عايش بأوروبا؟ صدقني ما بتقدر، صدقني لا تروح تهرب كمان من أوروبا رد لأي بلاد يكون ما فيها جنس الشريعة الإسلامية. الإزدواجية بالنفاق أصفوا حوالي، فكر شوف هالقرآن اللي بإيدك شو بدك، هو الرهبة والخوف اللي حاطينه عليك والخوف اللي من بعضكم ما عم تسترجي. لا أخوي شغل عقلك، أنت إنسان حر، أخلص من العباية والشرور وعيش بسلام. إله السلام واقف على باب قلب كل إنسان، بس أنت افتح باب قلبك بفوت بالعشاء معك الإله اللي جاب لك المحبة والسلام. بيطلعوا لعندي كثير منكم حبايبي بيقول لي نحن بدنا نصير مسيحيين، بقول له شلون بدك تصير مسيحي وانت عم تقول انا بس تقدر
تحب عدوك ساعتها بتصير، بس تنكر نفسك ساعتها ممكن تفكر انك تصير مسيحي. المسيحية مو بتصير بالإيمان، بالروح، بالحياة بدك تعيش. المسيحية مو تفكر أخوي مثل عندك بالإسلام، أشهد لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. يا أخي المسيحية بدك تفهمها، تقراها وتآمن فيها. أنا حي، وين إحنا عايشين حبايبي؟ هل عم تفكروا هالتفكير؟ ها العراق، سوريا، أورشليم، فلسطين، هالبلاد هي كلها ليش؟ روحوا لأهل غزة أسيس، وأنا بحكيها على الملأ على المحطة الفضائية، صبايا اللي في وحدة عندها 3 أولاد، جوزها جته قذيفة سبات بسبات دائم، عم تقول الله لا يوفقه، نحن مين اللي قالنا نروح يغزو على إسرائيل ليشردونا؟ أنتوا أمة بتكون تموتوا، ليش عم تقولوا هلأ عم يصير مجازر بغزة؟ أنتوا أمة بتقولوا نحن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار. أمة خلقت لتموت؟ أي إله بيعلمكم أشياء يا أخوة؟ لها السبب الإسلام ما وصلوا لمكان وحطوا حضارة، وبتجوا بتقولوا لنا سويتوا حضارة بالأندلس. ده ليش بمكة والمدينة ما سويتوا حضارة؟ اللي حامي مكة من الصواعق اختراع أمريكي، المي اللي عم تعبوا فيها من زمزم اختراع أوروبي، السيارة عم تركبوها الباص اللي عم يوصلكم على الحج اختراع ألماني. ليه؟ شو سويتوا؟ شو جبتوا للبشرية؟ لأن المسلم مثل ما قلت لكم إخواني بيدرس دكتور، بيدرس طبيب، بيدرس كل شيء، مثل واحد مثل بغبغاء اللي بيتعلمه وبيفهمه غيره لا، مخه بيضل مسكر بالجلاتينة ملفوف، ما بيشغل مخه ليبني حياة، ليبني مجتمع. ما في شيء بالحارة الإسلامية إلا الانتهازيين والمرائين والمستفيدين من شيوخ الإسلام. روحوا بالشيخ وفي الشيخ محمد حسان اللي عم تتباهوا فيه، شوفوا كم جيزة بجيزة تجوز. الشيخ متولي الشعراوي كان يقول اللي بيتعالج بأوروبا هذا زنديق وكافر، ولما هو صار معه فشل كلوي طلع على ألمانيا. ما شجع المسلمين يقروا الطب ويجوا يفيدوا مصر، لا طلع على ألمانيا تعالج. ليش؟ ليش التزم؟ ليش الازدواجية حبايبي؟ عيشوا بسلام، ابنوا ابنوا، كل الناس بتبني معكم، حبوا كل الناس بتحبكم، ما حدا بيكرهكم. لكن الحبيب اللي بين ايديكم اللي هو القرآن وحديث النبي هي اللي حارقتكم، هي اللي خليتكم تكرهوا البشرية جمعاء. ما حدا له عنكم ولا أي واحد فينا اللي له محبة الرب يسوع المسيح أن وصلها لحتى تعرفوا الحق، والحق يحرركم من عبودية الشيطان. هذا اللي نتمنيه منكم. تفضل أستاذ. ماشي، شكرا أبو أحمد. الحقيقة زي ما حضرتك بتقول وتأكد أني وأنا دايما برضو بحب أكد على الحكاية دي، واضح وضوح الشمس الآية اللي بتقول لا تسألوا عن أشياء وأن تبدى لكم تسيئكم، هي اللي قافلة عقول إخواتنا المسلمين. لأني يعني إحنا عشنا وسط المجتمع المسلم، وحضرتك أنت عشت كمسلم، الأخ كريم عاش كمسلم. فكرة التفكير نفسه أو السؤال عن أشياء بتبقى كأنك أنت بتكفر. فهنا الشيطان حط الحكاية دي عشان يخوف الإنسان من الكفر، أنك أنت خلاص كفر، ولم تاخدها في القرينة. والقرينة أنا معناها في ضوء الأحداث وفي ضوء التعليم المقدس. نعم في ضوء، لا أنا بتكلم في ضوء التعليم الإسلامي. طبعا في ضوء التعليم الإسلامي اللي موجود،
ان الكفر ده شيء مرعب، لان الكفر يوجب ان تقتل. فهنا ده القى مش في قلوب الكفار، ده القى الرعب في قلوب المؤمنين بالاسلام. لكن من بدل دينه فاقتلوه، الناس ليش ما عم تترك؟ بالضبط، ما هو هو خلاص. بمصر أسيس بمصر إحصائية من 3 سنين كان 15 مليون ملحد، اليوم سمعنا آخر فترة صاروا شيء 25 مليون مواطن مصري ملحدين. والجديد ملحد بس ما بيقدر يصير مسيحي. نعم. والجديد إن هم يجاهروا بالإلحاد. نعم. مصر يعني في الأول كان يلحد بينه بالنفس الوقت بيجاهر بالإلحاد، لأن الثورة العلمية اللي حصلت والانفتاح العالم وفكرة الصفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت خلى الناس تبدأ تفكر. صحيح. لأن هو الفكرة، وهنا أنا 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 عارف تماماً الإسلام بينهار، ونهار الإسلام كل ما زاد التفكير وكل ما زاد الناس اللي بتدور على المعلومة كل ما انهار الإسلام. في الأول كنت تقدر تحكم المسلم أنك تمنع كتاب أنه ينزل. يعني كان في واحد اسمه حامد أبو زيد، كان أستاذ فلسفة في جامعة القاهرة، مش عارفه العين شمس، ده عمله حد أنت تفكرني بيه أو الأخ كريم يفكرني بيه، اللي هو عزلوه عن امرأة كان يشرف، طبعا هو لا هو ولا امرأته عايزين ينفصوا عن بعض، بس لأنهم كفروه فخلوه ينفصل عن امرأته. ليش أنا أسيس شو سبب انفصال؟ لأنه اتكلم عن النص القرآني وحداثة النص القرآني. فطبعا أنه هو مجرد، هو كان أستاذ فلسفة، مجرد أنه بدأ يفكر فأصبح هو كافر، فرج فودة قتل لأنه فكر. اللي قتل نجيب محفوظ لم يقرأ كلمة لنجيب محفوظ، مش قتله، هو حاول يقتل، حاول يختال نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كاتب مصري كبير وخد جائزة نوبل في الأدب، وده اللي كتب واحدة من الروايات، أنا عندي بس في مصر للأسف، الرواية دي اسمها أولاد حارتنا، مش عارف إذا كنت قريت الرواية دي أبو أحمد ولا الأخ كريم جراها. الرواية دي رمزية، نعم، بتشبه إله الإسلام بأنه إله قاسي جدا جدا، إله وحشي. نعم. إله وحشي كده. الراجل اللي راح يقتل نجيب محفوظ، اللي حاول يقتل نجيب محفوظ، لم يقرأ سطر ولا كلمة لنجيب محفوظ، لكن حاول قتل نجيب محفوظ طبعا. فهي الفكرة الأساسية هنا أو الفكرة الشيطانية أن القرآن أغلق تفكير إخواتنا المسلمين. وعلى فكرة ده عن الفكر الكتابي، الكتاب المقدس اللي قال أن الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين. الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين. فمهم جدا جدا أن احنا نعرف الحكاية دي. عشان كده دور أبو أحمد، دور الأخ كريم، وعلى فكرة أبو أحمد والأخ كريم مش خدمتهم قصر بس على الوقت اللي احنا اللي بيظهروا فيه هنا معانا على القناة الأرامية، لا، ده انا بشوفهم هم نشطين جدا جدا على تيك توك ومع اخواتنا المسلمين وبيجاوبوا على اسئله، وكل هدفهم بالوقت بتاعهم والمجهود بتاعهم هم هدفهم ان يخلي المسلم يفكر ويجي للطريق الصحيح. وهنا الفكره الاساسيه، وهنا برضو اتكلم عن الخدعه الشيطانيه الجديده. الخدعه الشيطانيه الجديده اللي حتى بعض من الذين ادعوا مسيحيين أو خدام قالوا أنك أنت ممكن تعرف الله من غير ما تعرف الرب يسوع المسيح، ودي بدعة شيطانية. أنا بحبش أقول أسماء لأن أنا أحب أتكلم عن تعليم. الكتاب المقدس يعلمنا أنه لا طريق للخلاص إلا من خلال عمل المسيح.
لا خلاص إلا بالمسيح. المسيح به وحده الخلاص، لا يوجد اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الرب يسوع المسيح قال أنا في الآب والآب فيا، أنا والآب واحد، وهو اللي قال أنا والطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إذن كل شخص بيقول إن في طرق تانية تقدر توصل بيها على الله، تقدر توصل بيها لله بعيد عن المسيح، هي طريق، هي مش بس خدعة وكذبة، لكن دي ضلالة، دي هرطقة. وبيستخدموا إيه وأحمد وأخ كريم؟ بيستخدموا أعمال الرسل 10 اللي هي فيها كرنيليوس كان بيصلي، كرنيليوس كان أممي كان بيصلي، والرب قال له إن هو سمع صلاته، طلباتك وصلواتك قد صعدت أمامي، وقال لك أهو الرجل من غير حد عرف الله، من غير المسيح عرف الله. الحقيقة ده فكر خاطئ جدا، لأن إحنا لما نقرأ أعمال الرسل 10 هنلاقي الله قال له أنا سمعت صلاتك، بس عشان خلاص لازم تبعت ناس يروحوا بيت بطرس، والله أعلن لبطرس من خلال الملاية اللي نازلة من السماء اللي فيها الطيور، والطيور دي، وبطرس قال له أنا حاشا لي أن أكل شيء نجس، فالله قال له ما قدس الله لا تنجسه أنت، وابتدأ الله يعلن لبطرس أن يروح بطرس، فالله أعلن للاثنين في نفس الوقت. وكرنيليوس قبل الخلاص بعد أن شرح له بطرس أن طريق الخلاص من خلال الرب يسوع المسيح وحده. عشان كده الناس اللي بتتكلم عن ان في خلاص بعيد عن المسيح، هما ناس بيضللوا الناس، بيضللوا الشعب، بيضللوا اخواتنا المسلمين، بيضللوا حتى المسيحيين، بيضللوا الملحدين. فانا انت ممكن تبقى انسان كويس واخلاقك عالي العال وراعي وشكر الرب يبارك. يحضرني كلمة مش عارف أبو أحمد والأخ كريم يعرفوا، واحد من الشخصيات الرائعة اللي الرب استخدمها بقوة حتى بين المسلمين، كان أخون الدكتور القس منيس عبد النور، ده كان أستاذي، وأنا اتشرفت إن أنا اتلمست على إيديه من خلال محاضراته لنا في الكلية، ومن خلال علاقته بي كعلاقة كمان شخصية. الشخص ده كان عنده واحد اسمه واحد مسلم كان عامل في الكنيسة، كان بيشتغل عامل في الكنيسة، وكان الشخص ده مخلص جدا جدا. القسيس منيس كان يقول له ايه يا ابو احمد، يقول له على فكرة انا بس عشان مش عايز اقول اسم كل شهور، على فكرة انت امين جدا جدا في عملك، الرب هيكافئك على امانتك دي على الارض، لكن السماء مش هتروحها إلا من خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح. فممكن نلاقي أصدقاء رائعين الرب يكافئهم هنا في الأرض، لكن عشان تروح السماء مفيش طريق تاني إلا بدم المسيح، إلا من خلال الرب يسوع المسيح، من خلال عمله الكفارة على الصليب، لأنه بالنعمة نحن مخلصون. واحد من ضمن الخدام الرائعين أنا أبو أحمد قال إن الله لما ينظر إلي، لو نظر إلي كده كثابت مثلا، نعم، خدني ورميني في جهنم، لكن هو هينظر إلي من خلال عمل المسيح الكفارة، لأن المسيح كساني ببره، فهو مش هيشوفني أنا، نعم، هيشوف العمل اللي أنا أمنت به، صح، هيشوف عمل المسيح الكفارة على الصليب. وده مهم جدا جدا أحبائي ان احنا ناخد بالنا، لاني يمكن النهارده ابو احمد انا عملت فيديو صغير خالص على التيك توك وحسميته ان الجهل سمة العصر. النهارده الناس بتجهل الكتاب المقدس، والكتاب بيعلمنا ان هلك لعدم المعرفه، وده بنشوفه النهارده، وده بنشوفه حتى بين، أنا مش بسميهم خدام يا أبو أحمد، الشخص
الشخص اللي بيجي وبيقول أنا بخدم وهو ما يعرفش، أنا مش بسميه خادم، أنا بسميه مضل، لأنه بيضلل الناس، لأنه بيدي إيحاء للناس أنه يعرف وهو ما يعرفش. قال الرسول بولس اللي بيجيكم من خارج هذا التعليم لا تقبلوا في وسطكم. بالضبط، والرسول يوحنا نفسه اتكلم قال اني اللي من ياتي ولا ياتي بهذا ان الرب يسوع المسيح قد جاء في الجسد لا تقولوا في بيوتكم ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره. طبعا مهم جدا. طبعا اخونا كريم معانا، انا احب كمان، انا مش عايز اقول كده، احب اسمع اخونا كريم. وخلاص جربنا يا جماعه، احنا دخلنا في 89,000، شدوا حيلكم في التجويد شويه. شكرا يا حبايبي، لازم نجيبهم. ها يعني هاي النقاط الرئيسيه اللي عم نحكي فيها اخواني، انه ارجوكم يا اخواني خدام الرب يسوع المسيح على طول لا تتكلوا على انفسكم، لا تفكر انت بتقدر تعمل شيء. في عنا اله قال من لم ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني لا يقدر ان يكون لي تلميذ. شلون انت خادم الرب يسوع المسيح وعم تحمل حالك وتشوف حالك انت فلان وبدك تروح تمشي؟ طيب شلون انت ماشي خلف مجد يسوع المسيح؟ ما بتخالف، بالعكس رح يبان مجد الرب يسوع المسيح فيك. لكن وقت عم تعمل اعمالك عم يبين عمل الشرير فيك. الهنا قال لا يمكن لاحد ان يعبد سيدين، إما الله أو المال، والمال هو مش المصاري، المال كل شيء بالدنيا من عمل شيطان، يا تعبد الله يا تعبد الشيطان، ما في. هل أنت عم تفكر عينك على الرب يسوع المسيح؟ إلهنا هو بالناسوت وقت اللي قال على الريع الصليب قال له إلهي إن أردت أن تجيز عني هذا الكأس فأجزه، وإلا فلتكن مشيئتك. اتعلمت منا شيء يا مسيح الآية هاي؟ إلهنا الرب يسوع المسيح يقول إلهي إن أردت أن تجيز عني هذا الكأس فأجزه، وإلا واحد رايح على الصليب وهذا طريق الصليب، نهرب يهرب؟ لا، مشي لحتى يعلمنا كيف نحن نكون. هل عم نفكر بهالآية عم نمشي خلف مشيئة الرب يسوع المسيح ولا نمشي على مشيئتنا نحن؟ مشيئتنا وين راح توصلنا أخوان؟ مشيئتنا نحن إذا ما بعدنا عن الأن فينا ونقرنا نفسنا كل يوم ونحمل صليبنا وننظر لإلهنا نمشي وراه هو حبيب. وصدقوني حبايبي في آية كتير بحب كررها لكل الأخوة المؤمنين، آية لطيفة وحلوة بتقول المسيح الساكن فيا ضابط الكل. هل المسيح ساكن فيك؟ صدق ما بتحكي إلا بكتاب بكلام الكتاب المقدس. مش ساكن فيك بتحكي بكلامك وكلام الشر والشيطان بيطلع منك أشكال ألوان، لا خليه هو ساكن فيك وشوف السلام اللي بتكون فيه. بيجي الشيطان بيحط فكرة براسي براسك براس الكل. أنت المفروض مخبر التعاليل تبعك خادم كإنسان بسيط الكتاب المقدس. أي الفكرة من الرب يسوع المسيح بكلامه أمشي فيها، مو بكلامه بعد بس. هذا هو عمل الرب يسوع المسيح فيه. هذا اللي بتمنى من الجميع نعرف مشيئة إلهنا. وشلون بدنا نعرفه إذا ما بنعرف كلامه؟ إذا ما بنعرف كلامه بدنا نفهم كلامه، شلون بدنا نعرف مشيئة إلهنا بحياتنا؟ بدنا نقرأ كلمة الرب يسوع المسيح لنحيا بالروح، نعيش بالإله. نعم، يعني حاجة تانية أبو أحمد كمان أنا بحب أذكر نفسي بيها وبذكر إخواتي اللي إخواتي المؤمنين أو
واحدة من الحاجات اللي احنا مرات كتيرة بتنجر لفكر العالم فيها، انا بشوف ناس كتيرة بتحلف. الكتاب المقدس علمنا ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. فمهم جدا جدا ان احنا كمسيحيين، انا عارف ان مرات الثقافه بتغلب علينا والكلام ده، بس لما الواحد الكتاب علمنا لاحظ نفسك والتعليم، عشان كده الواحد يتعود على الفاظ يا ابو احمد مرات كتيره بتفلت منه الالفاظ وبتفلت منه الكلام ده، لكن فعلا احنا محتاجين ان لغتنا تظهرنا حتى فكره. وانا بشوف كمان ابو احمد في برنامجه ازاي باله طويل وازاي بيوصل الفكره من غير ما يسيء لحد. فكره لما انا اجي كمسيحي صلي لاجل الذين يسيئون اليكم، فلازم اعيشها. الطبيعه البشريه مش هتخليني اصلي لاجل الذين يسيئون اليكم، الطبيعه البشريه هتخليني اسيء للي يسيء لي. لكن لو انا فعلا بقول لا انا ابن المسيح مش ابن حد تاني، فهعيش بسلوك اللي علمه لي المسيح، فبدل المسيح انا اصلي من اجل الذين يسيئون الينا. انا كان ناس كتير اتعاملت معاهم، يمكن حتى في بعض البرامج والكلام ده كله لغتهم قاسية وبيدخل بلغة قاسية وشديدة والكلام ده كله. انت مجرد كنت بقول حاجة ده بس يا احمد، انا مش بلومك انك بتشتم، لانك انت كتابك علمك انك تشتمني، انت مش غلطان، ده كتابك علمك كده، بس كتابي انا علمني ان انا احبك. فكرة ان اشتم اوصل له رسالة، الفرق بين اله والهك، الفرق بين كتابه وكتابك، وده اللي يظهر أكتر يا أحمد في السلوك. أنا عارف تماما الاستفزاز بعض الناس من المسلمين، أنا عارف. يعني كنا مرات في، أنا بتشرف إن القسيس نزار من الشخصيات الرائعة بيدعيني كتير على قناة الحياة. نعم. وبيديجي أسئلة مستفزة، هو مش هدفه إنه يعرف، هدفه يستفز. أنا كنت بابتسامة كده صغيرة أروح داخل عليه بالرد، لأني أنا عارف أنه هدفه يستفزني، لو استفزني يبقى نجح. لو أنا عارف فشيت له الحكاية دي، هو نفسه بيتنرفز، لو أنت ما ردتش عليه بيتنرفز، هو لما ترد عليه حتى لو شتمته هيبقى مبسوط. بترد السحر على الساحر بقوة الرب يسوع المسيح. لكن هنا إزاي نحن يعني حتى الناس دي، وعلى فكرة لما أنا مش بستخدم كلماتي واستخدم كلمات الكتاب بتبقى أقوى بكتير من كلماتي، وكلمة الله احنا عارفين ان هي بتغير، فأنا بصلي من أجل كل الناس اللي بيرتم. على فكرة احنا بشر كلنا بنغلط، مفيش حد كامل، بس حلو ان احنا ننمو في النعمة وننمو في القامة، لان احنا أولاد المسيح. احنا واحدة من الحاجات الرائعة اللي الكتاب وصفنا بيها إذ نسعى عنه كأن الله يعظ بنا. السفير مش بيعيش حسب طبيعة البلد اللي هو سفير فيها، لا، بيمثل بلده وبيعيش ثقافة بلده. فإذا كنا احنا سفراء السماء يبقى نعلن لغة السماء، لغة الحب، لغة التسامح، لغة التحمل. المسيح نفسه الكتاب قال إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وشفنا اللي تحمل المسيح. طبعا ما فيش منا واحد هو المسيح، لكن احنا نتعلم عشان ننمو. في واحد علمني، أنا مديون للراجل ده، الراجل ده في السماء، أذكره في السماء. الراجل ده ما كانش مثلا واخد دكتوراه، ده متعلم، كان متعلم يقرأ ويكتب، وكان شماس في كنيستنا، وكان قبل ما نروح المدارس كان والدنا يروح يودونا عنده يعلمنا نقرأ ونكتب قبل ما نروح المدرسة. علمني حاجة أنا مش قادر أنساها، كان يكتب لنا الخط، والخط كان يكتب آية، وبعد كده تكتب الخط أنت تحتيها 10 مرات مش عارف كم مرة زي ما يقول لك. فعلمني حاجة، قال لي اكتب من تحت واطلع لفوق،
أنا استغربت يعني ليه ما كتبش من فوق يعني تحت الخط بتاعه وانجل من الخط بتاعه، لأنه كان بيكتب لنا هو السطر بتاعه خطه الأول وبعد كده المفروض يبقى خطنا احنا، قال اكتب من تحت لفوق. أنا فكرت هو ليه بيخليني اكتب من تحت لفوق مش على طول من أول، لأنه لو أنا كتبت تحت الخط بتاعه أول مرة هبص للخط بتاعه، تاني مرة هشوف الخط بتاعي يعني يبقى هنقول من الخط بتاعي هيبقى أوحش. هتخربط راح تخربط راح تخربط. وأنزل عينك على الخط تبعه. كل مرة هبقى أوحش، لكن أنا لو بصيت على الخط بتاعه كل مرة هبقى أحسن. نعم. وده معنى اللي أنا تعلمته زي كل ما أبص على المسيح هبقى أحسن، هنمو هبقى في الارتفاع. كل ما بص على نفسي هبقى اوحش، راح انزل لورا. هبص على نفسي ولا حتى ابص على حواليا، انا هبص على المسيح. عشان كده بيقول ايه؟ ناظرين الى رئيس ايماننا ومكمله. احنا عموما خلاص يا ابو احمد جربنا الجماعه بصراحه اجتهدوا معانا بنشكرهم، خلاص قاعد لنا يعني ألف وشويه فنشد حيلنا شويه واحنا بدأ الالف هدول ربي يباركهم. يعني انا عم كبس عن اربعه. وانا كمس انا من حساب ثاني كمان. المهم لو عندك رساله عن كتاب وكتابنا او تعليم اله والهنا، انتم حبايبي هنن اله بكتابه شتام عم يسب اشخاص مش اشتام بزيئة، نبيه سب وشتم بأشتام بألفاظ بزيئة. أما إلهكم يا مؤمنين شو قال؟ يعني آتين هيك الزاز الطاف، الشتامون لا يرثون الملكوت، تشتمون تباركون. يعني أنا وقت اللي بكون عالبس وبيجي بنسب بيجي أحد المسيحيين بيطلع بده يسب له، ليش يا أخي ليش عم تقطع برسي؟ واحد عم تجيك بركة يا أخي المؤمن أنت، وبركة من مين؟ مو من أي شيء، من إله. تتركها البركة هي مش خاطر تقضي نفسك؟ لا حبيبي لا أخوي، نتمنى باسم الرب يسوع المسيح يملأكم نعمة وبركة الكل، وحتى حبايبنا المسلمين اللي عم يشمون صلي لأجلهم نباركهم، لأنه لما عم نباركهم صدقني أسيس كتير من الشباب اللي بيسبوني لأيام، بتلاقي بعد فترة بيطلعوا بيحسوا حالهم صغار وبيعتذروا، وكثير منهم صار يقروا الكتاب المقدس وتعمدوا كمان. أمين أكيد، يعني جميع الأمور تسير لمجد الله ولا مجدنا أكيد. طب أنا بدي مجد أبو أحمد، هلا أبو أحمد بيعمل هلا ما وهيك، لا أمين. أنا لولا النعمة اللي أعطاني إياها والسلام اللي بقلبي والحرية اللي عايشة بالمسيح، قلت قدرت أخدم الرب يسوع المسيح؟ لا حبايبي، وكلنا بدنا نخدم، مو شرطا أنا ممكن أطلع على تيك توك، بس أنت بعملك ببيتك بحياتك مع جارك وجارتك بحياتك بعملك ومجد الرب يسوع المسيح، أخلاق المسيح التربية المسيحية اللي فيه، هون انت عم تخدم عم تبشر من غير ما تحكي، لانه الهنا قال انا هو نور العالم، من يتبعني لا يتخبط في الظلم ابدا، وانت رسول النور، اذا بتضوي قدام الناس الناس بدها تمشي ورا النور ما راح تمشي ورا الظلمه، اما اللي تابع الشيطان بيروح على الظلمه انت ما لك علاقه فيه. يعني اله الشرور ألا قاتلوهم، بينما إلهنا قال اذهب إن ذهبتم إلى قرية أو مدينة ورفضوكم حتى أخبار رجليكم انفضوها لحتى ما يكون استفدت. تخيل، لا أطلع، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ما قال روحوا قاتلوا، ما أمرت أن أقاتل الناس، هذا الإله الحي إله السلام والمحبة. شايفين حوالي، بتمنى من كل الأخوة المؤمنين نكون حسب مشيئة إلهنا وكلمة إلهنا بالكتاب المقدس مش كلمتنا.
نحن ليش. ربي يبارككم ويعطيكم الصحة والسلام. يلا ما راح تجيبوا هالألف يعني؟ مش أقل من ألف كمان يا أبو أحمد. يلا ما راح تجيبوا الألف إخواني يعني. هب خلينا هيك اليوم يعني. هي لحد ما بعرف أنا في عندي شيء بالبس ما عم يجوا متابعين. هو كان في مجموعة كبيرة من المتابعين أبو أحمد في البداية، إحنا كنا وصلنا لعدنا 300 و370. هو الفترة الأخيرة ما أعرف ليه اللي حصل بالبس، حتى الصورة بتاعت ما كانتش ظاهرة معايا عندي أنا، لكن كان في حاجة حصلت في البس فعدد كبير من المتابعين. أنا بدي أحكي مع الكنترول بس مو اليوم، إن شاء الله شو وقت تكون هيك بنحكي أنا وياك معه. في شغلة لازم يعملها باستمرار مشان البس ما يتعب حساب التيك توك بالذات. أمين أمين. إحنا عموما وصلنا للمية وشكرا أبو أحمد، وكان أنا أعتقد كانت حلقة مهمة إن إحنا نكشف فكرة إن الإرهاب ليه كتاب وليه دين وليه إله هو الشيطان، لأن الشيطان هو الذي جاء ليسرق وأسبح ويهلك. الرب يستخدمك. نشكركم وربي يبارككم أخواني، وصلوا لأخواتكم اللي بالآرامية والكنترول والأخوة القائمين عليها. صلوا لأخوكم قسيس ثابت، صلوا لأبو أحمد، يستحق الرب يسوع المسيح يتمجد. أرجوكم جميعا. آمين. إلى ونعمة الرب يسوع المسيح يملأ قلوبكم أخواني وأخواتي المباركين. لقاءنا الجاي بيكون باسم الرب يسوع المسيح نهار الأربعاء مثل الوقت هذا الساعة 9 لتوقيت أوروبا. كنترول الساعة 9 لتوقيت أوروبا كنترول. يا عم اللي يا كمان نحن. أنا هكتبهم تاني قبل ما يعملوا الإعلان. سلام ونعم يا حبيبي أسيس. سلام، الرب يباركك أبو أحمد، تشرفت بوجودك معي. الله يخليك.